حياكم الله أحبتي متابعينا في كل مكان، متابعي المدى أهلا ومرحبا بكم، كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة هذه السنة الجديدة. نتمنى أن تكون سنة خير وسلام ووئام على جميع العراقيين في كل مكان. وهذه أيضا أول جمعة من جمعة 2016 نتواصل فيها معكم أحبتي في كل مكان في تغطية مباشرة لأول تظاهرة لعام 2000 أو خلال عام 2016 بهذا اليوم، للمطالبة بالإصلاحات والمطالبة بالحقوق والمطالبة بإصلاح المؤسسة القضائية والقضاء على الفساد وإصلاح الأوضاع بشكل عام، سواء كانت أمنية، سياسية، اقتصادية. كل هذا نتابع معكم بالتأكيد مع ضيوفي في الاستوديو، السيد أبو رعود العراقي الناشط المدني، مرحبا بك، كل عام وأنت بألف خير أبو رعود. وأيضا أرحب بأجمل ترحيب أحبتي بالسيد عامر فاضل الناشط المدني، كل عام وأنت بألف خير سيد عامر. كل عام وأنت بخير إن شاء الله، وقناة المدى من تألق إلى تألق في عام 2016. أشكرك، أهلا بكم مرة أخرى في استوديو المدى، نتواصل فيه معكم في تغطية مباشرة لتظاهرات ساحة التحرير لهذه الجمعة التي انطلقت بالتأكيد في بغداد ومدن عراقية أخرى وتطالب بالإصلاحات السياسية والأمنية والاقتصادية. نتحدث عن أول تظاهرة خلال 2016، ما هي الخطة، ما هي المطالب، ما هي التحركات للجمعة المقبلة في هذا العام؟ يعني الحقيقة احنا مطالبنا نفس المطالب نعم خلال يعني الجمعة السابقة في 2016 أو العام السابق، كنا نطالب بتحقيق هذه المطالب، حتى كنا مؤيدين إلى حزمة الإصلاحات اللي أطلقها الدكتور حيدر العبادي، نعم. لكن للأسف ما كان أكو استجابة، نعم. لذلك إحنا مستمرين بالتظاهرات في 2016، نعم. وراح تكون مطالبنا نفسها، بس راح يكون هناك ضغط على الحكومة العراقية من قبل الناشطين والمتظاهرين على تحقيق هذه المطالب. يعني هي مطالب بسيطة، لكن ما أعرف ليش الحكومة أنه مدى تستجيب أو مدى تخلي هذا الغضب الشعبي الجماهيري أنه يكون يهدأ. يفترض أنه يحققون ولو جزء بسيط من عندها، حتى أكو بصيص أمل أنه هناك الحكومة هي ترغب في تحقيق هذه المطالب، لكن للأسف احنا مش شفنا شيء لحد الان. طيب نتحدث عن الرغبه والقدره بنفس الوقت يعني في سياق هذه التغطيه، ولكن دعني انتقل بالسؤال لأبو رعود العراقي. بدايه، كيف وجدت احتفالات بغداد؟ كيف وجدت بغداد اجمالا يوم امس؟ وهل هناك بالافق بادره امل لعوده الامور الى طبيعتها خلال الايام المقبله؟ من البداية مساء الخير، مساء الأنوار، كل عام وأنت بخير، وقناة المدى ومؤيديها. نعم. قناة المدى طبعا هي من القنوات اللي سندت التظاهرات من أولها، قناة محايدة بنقل الخبر. طبعا حي الكادر وكل عام والشعب العراقي، ووجه تهنئة إلى كل شخص يقاتل في جبهات القتال. نعم. ضد أعداء العراق. نعم. أوجه تحية لكل المتظاهرين اللي خرجوا للشهر الثامن طبعا، وتحية لكل شريف يدافع عن العراق سواء في الحشد المدني أو في الحشد العسكري. نعم. طبعا الباحه الاحتفالات كان الكرنفال فرح كبير جدا، يعني لحد 5 صباحا الاحتفالات مستمره. هذا يعبر عن حب الشعب العراقي رغم الالام والمشاكل. الشعب العراقي شعب حي، شعب يحب الحياه. نعم هناك مر بمرحله انقسامات مع الاسف، مرحله تشتت، ولكن يبقى الشعب العراقي شعب محب للحياه، محب لكل اطيافه. طبعا اوجه تحيه لكل اطياف الشعب العراقي، الشعب العراقي بعده متحد ان شاء الله ضد كل المؤامرات، ضد كل الدسائس، ضد كل المؤامرات السياسيه اللي مع الاسف تحوكها بعض التيارات السياسيه للانقسامات، لانه هذه التيارات مستفاده من الانقسام الطائفي في المجتمع العراقي. طيب تطمحون بدوله مدنيه في العراق، الا تعتقد ان ما وفرته الحكومه يوم امس ليله امس يعني كافيه لقيام دوله مدنيه في العراق؟ هي المشكله لحد الان ماكو تعريف صحيح لقيام الدوله المدنيه. نعم. المدنيه كل واحد يعرفها بشكل. نعم. احنا العراق هو من تاسيسه هو مدني. نعم. المشكله السياسيين العراقيين، مشكله البرلمان العراقي ما استفاد من الدراسه يعني التساتير السابقه. نعم. العهد الملكي يعني ساتضرب لك مثال بسيط. نعم. قانون تعداد 57. نعم. يعني بغداد الان تعاني من زخم جماهيري، زخم في الخدمات، يعني
اتمنى يعني يستفادوا من هذا القانون تعداد 57 ما بيه شيء يعني. نعم. اكو قوانين دساتير عندنا يعني بيها يعني المرحوم احمد حديد مؤسس دستور بعد 14 تموز عام 58 دستور هذا بي يعني عراقي دستور معترف به دوليا. نعم. فاتمنى من البرلمان العراقي من لجنه اعاده صياغه الدستور تستفاد من الدساتير السابقه. العراق مدني، العراق يبقى مدني. نعم. ولكن هناك بعض التيارات السياسيه لا ترغب بقيام الدوله المدنيه. لانها قلت لك مستفاده من الوضع الحالي والانقسامات الطائفيه، التدخلات الخارجيه. التدخلات الخارجيه تاتي عندما يكون هناك فراغ انقسام في المجتمع داخل العراق. طيب ارجع لسيد عامر، تحدثنا عن رغبه الحكومه وعن قدرتها في تحقيق الاصلاحات، هل تعتقد بان الحكومه فعلا لا ترغب بتحقيق الاصلاحات؟ واذا كان هذا الاعتقاد هو السائد فلما؟ وام انها غير قادره اساسا على تنفيذ الاصلاحات المطلوبه في العراق؟ لا، هي الحكومة غير قادرة على تنفيذ هذه الإصلاحات. إذن هي لديها الرغبة ولكنها هي لديها الرغبة لكن إحنا خلنا نحكيها بصراحة. نعم. والدكتور حيدر العبادي من أطلق حزمة الإصلاحات وهذه كانت فرصة كبيرة إليه. نعم. لأن كانت ساندت المرجعية الكريمة وبنفس الوقت الشعب العراقي، إحنا كمتظاهرين وك. نعم. نشطاء وتنسيقيات. نعم. احنا كليتنا قلنا للدكتور حيدر العبادي احنا وياك. نعم. انت اطلقت هذه حزمة الاصلاحات، احنا راح نكون داعمين لك. نعم. والشيء الاكبر من هذه المرجعية دعمته. نعم. لكن للأسف الرجل يبدو انه هناك قيود عليه. هو يعني رجل في حزب الدعوة، عنده يعني كيان سياسي وينتمي إلى كتلة سياسية، هناك ضغوطات عالية يعني حتى في إقالة نواب رؤساء الوزراء والجمهورية صارت قيود وصارت المحكمة الاتحادية، ويعني إحنا كانت هذه بادرة خير لتحقيق المطالب، لكن نشوف هسه الآن نواب رؤساء الجمهورية عادل ما تنفذت الإصلاحات. هو مقيد، الرجل مكبل بقيود. نعم. من قبل الكتلة أو الحزب واللي ينتمي إليه. أنا برأيي يعني أي رئيس وزراء يكون يعني يحكم بالعراق أنه ما يكون في كتلة سياسية ولا بحزب سياسي. طيب هذه نقطة جوهرية ومهمة جدا، وبما أنه يعني التظاهرات خلال هذه الفترة ربما لم تكن قادرة على الوصول يعني إلى المبتغى الحقيقي في إجراء عملية الإصلاحات، طيب هل هناك فكرة مثلا أن نؤسس من الآن لنظام سياسي مغاير تماما للنظام الحالي؟ أقصد نحن على أبواب تجربة انتخابية جديدة مقبلة، هل بالإمكان من الآن لهذه القوة الناشطة والمدنية التي تقود التظاهرات في ساحة التحرير أو في مدن العراق المختلفة أن تضع من الآن شروطا على الكتل السياسية، على المتصدين للقرار في العراق، حتى نؤسس لمرحلة جديدة لقانون انتخابات جديد، لمرحلة مغايرة تماما عن المرحلة الحالية، ونقصد بها طبعا الابتعاد عن المحاصصة السياسية، الابتعاد عن يعني تمسك الحزب بالمناصب، ضرورة أن يكون رئيس الوزراء بعيد عن المسميات الحزبية، يفترض أن يكون شخص مستقل تكنوقراط، وهكذا الحال في الكابينة الوزارية عموما. يعني الحقيقة يجب أن العراق يستفاد من الأخطاء السابقة. نعم. يعني سبب دمار العراق وهلاكه العراقيون وليس العراق، العراقيون يعني احنا بشكل اجمع يجب يعني ان يستفاد الشعب العراقي. نعم. بشكل اجمع. نعم. يعني حتى انا حتى نقول العراق، حتى البنى التحتية للعراق يعني كلها انهارت بسبب هذه الأخطاء. يعني شوف هسه الكتل السياسية تجيب يعني مجموعة انه هي العراق عبارة يعني دي يخلوه شلون عبارة عن كعكة وهم دي يتقاسمون بها. نعم. العراق ما يندار بهذا الشكل. شوف المحاصصة المقيتة اللي دمرتنا ودمرت الشعب العراقي انه لكل كتلة سياسية يكون لها مخصص لها كذا وزارة. نعم. يعني فات خمس وزارات ست وزارات لكل كتلة. لذلك ماكو كفاءات، ماكو
خبرة نعم. بهذا الجانب. البلد شلون يندار إذا ما بي كفاءات ما بي خبرة؟ نعم. يفترض أن تكون هناك تتواجد الخبرة وتتواجد الكفاءة. نعم. يعني على سبيل المثال خلي واحدة من الوزارات مثل وزارة الإعمار. الإعمار نعم. وزارة الإعمار شوف بيها يعني مختصاص يعني وزير هو مختصاص ليش مو احنا عندنا كفاءات؟ ما هو هذا الحديث يعني انه لماذا لا نضع شروطا من الان اذا كان السيد العبادي في 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 هذه المرحله وفي سطوه الكتل السياسيه ويعني سيطرتها على القرار في العراق، لماذا لا تضع القوى المدنيه شروطا منذ الان للتاسيس لحكومه تكنوقراط على الاقل يعني بعد الانتخابات المقبله؟ والله يعني المفروض هذا يحصل. اعتقد ان الحراك المدني والمنسقين والناشطين عازمين على انه يكتبون يعني هذه المطالب. طيب. وتكون لرئيس الوزراء انه احنا في المستقبل وفي الانتخابات القادمه. طيب. نلغي المحاصصه، مساله المحاصصه تلغي، تكون هناك كفاءات وخبره حتى تعمل بالبلد. هذه نحن عازمون كحراك مدني نعم. على انه نكتب هذه المطالب ونعمل بها نعم. ونتظاهر من اجلها. طيب انتقل بنفس السؤال لابو رعود العراقي، يعني بما انه اغلب الاصلاحات اللي نادت بها القوى المدنيه الشعبيه في العراق يعني لم تتحقق ربما لعدم مقدرة الحكومة بذلك أو لوجود أطراف تمنع تحقيق هذه الإصلاحات والمطالبات، طيب لماذا لا نضع منذ الآن برنامجا مقبلا للكتل السياسية عموما لكي تتبعه وتتخذه كمنهاج عمل خلال المرحلة المقبلة؟ طبعا أنا من بداية هذه السنة أتمنى أنه يكون هناك لقاء ثاني يعني متظاهرين مع رئيس الوزراء ومع البرلمان نعم. ولكن على أن يتفق المتظاهرين بشكل عام نعم. يعني مو معناها يذهب وفد، لازم يستشير التسييقيات نعم. قادة الحراك المدني ويتفاوض المرة الثانية ونشوف الحكومة نعم. أنا كناشط مدني أنا ضد كلمة ثورة نعم. مو ثورة، إحنا نطالب بإصلاحات نعم. إحنا مع الدولة مع القانون، قلت لك أنا في لقاء سابق إحنا مع تعديل الدستور نعم. فإحنا ضد كلمة ثورة، أنا مو 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 أطالب بإصلاحات بسيطة جدا نعم. يعني قلت لك انا هنا اكد لو تسمح لي على الوضع الاقتصادي يعني هذا اللقاء الثاني شنو اللي يعني شنو اللي تترجاه من عقده مع السيد يعني العبادي؟ بصراحه هناك يأس من بعض المتظاهرين يعني بس نطلع وماكو اي فائده ماكو اي استجابه زين. الاعداد دا تقل هناك الازمه الاقتصاديه الخانقه اللي يعيشها المجتمع العراقي وهذا اللقاء يعني شنو اللي راح ممكن انه يعني يسهم او يساعد؟ احنا لازم نساند الحكومه، لازم نساند رئيس الوزراء لان رئيس الوزراء دا يتعرض لضغوط داخليه من داخل التحالف الوطني نعم. فاحنا كمتظاهرين كناس سلميين احنا ثورتنا سلميه، قلت لك احنا نطالب بثوره اصلاحيه وليست ثوره عانمه كما البعض يعني بعض اعداء التظاهرات يوصفنا بان احنا ضد الدوله او ضد نعم. الجزمه لا، احنا مطالبات اصلاحيه بسيطه يعني لو يجي رئيس الوزراء يفسرها في اصلاحات جدا بسيطه، تعديل الدستور هم البرلماني اصلا وكل لجنه بدي البرلمان العراقي لجنه لتعديل الدستور اصلاحات اقتصاديه، الوضع الاقتصادي مزري جدا، شركات التمويل الذاتي ذات عاني، وانا هنا اوجه رساله الى موظفي التصنيع العسكري اللي دا يحاربون بشكل ما اعرف مقصود او غير مقصود 20 اكثر من 20 الف عائله رواتبهم وهم ناس يعني ما لهم ذنب، يعني شنو الذنب هو تعين بالتصنيع العسكري؟ نعم. احنا كنا نتخرج من المعاهد او من الصناعه نروح الى التصنيع العسكري نعم. دا يحاربون بشكل مقصود او غير مقصود هناك نعم. المتقاعدين اليوم مطالبات كثيره في ساحه التحرير نعم. كنا يعني اليوم 80% هي تطالب على حق المتقاعدين يعني متقاعد خدم البلد تجي انت الان تستقطع رواتبه، فاحنا ثورتنا اصلاحيه، نحن نطالب باصلاحات، احنا مع رئيس الوزراء حتى اذا كان هناك تقسيم رئيس وزراء نبقى نساند السيد رئيس الوزراء ونها يعني مع الحكومه، قلت لك احنا مع تعديل الدستور نعم. واحنا مع القوات الامنيه، هاي لازم النقطه ناكد عليها نعم. نبارك لهم الانتصارات الاخيره وانا كناشط مدني وكانسان عراقي اشكر اي شخص مهما كان شارك في الانتصارات الاخيره نعم. يعني اي شخص من اي جنسيه انا اشكره بتحرير محافظه الانبار في الانتصارات الاخيره. طيب دائما ما نسمع عن وجود فعلا يعني اختلاف بالراي او عدم اتفاق بالراي بين قاده الحراك المدني او قاده التظاهرات الشعبيه خصوصا يعني في العاصمه بغداد، ابو رعود شنو اسباب هذا الخلاف؟ اتفق يعني معك، لماذا لا يوجد اتفاق على منهج واحد؟ اتفق معك بهذه النقطه نعم.
للانقسامات فقط في بغداد. بالعكس المحافظات هناك ترتيب، هناك تنظيم، هناك ناطق رسمي. مع العلم أنه بغداد هي بغداد قلب العراق، قلب العراق والمركز، ويفترض أن يكون بها التنسيق على مستوى عالي. أنا أتمنى من هذا المنبر أوجه رسالة لكل قادة التظاهرات في بغداد. فين بالضبط سيد؟ أكو بعض الأخوان عندهم طموح، يعني يطمح بشيء، يعني هو طبعا شيء مشروع هذا، ولكن أنت لازم تستشير عندك المتظاهرين، يعني تتصرف تصرفات شخصية، ما الطموح مشروع هو، ولكن أنت تستشير المتظاهرين الباقيين. هناك بعض القنوات الفضائية مع الأسف الشديد ركبت موجة التظاهرات. هناك ناس من يسمى الطبقة المثقفة أيضا ركبت موجة التظاهرات. هناك عندك بعض السياسيين اللي هم في قلب الحكومة أو في قلب البرلمان أو في قلب الائتلاف الحاكم ركبوا موجة التظاهرات، هذا أثر سلبا على عادات المتظاهرين. هناك أيضا بعض اللافتات ترفع في ساعة التحرير هي نشاز تؤثر على المتظاهرين. تصرفات بعض قادة التظاهرات أيضا انعكس، يعني انعكاس بشكل سلبي. طيب، فإحنا من هذا العام الجديد نوجه رسالة لكل أخواننا ورفاقنا في المتظاهرين أن توحد الجهود. طيب، تكون هنا يكون هناك منبر واحد في ساعة التحرير، وإذا توحد هذه الجهود نحن لا نمانع أن يلتقي بأي شخص. طيب، بالحكومة. طيب سيد عامر، يعني استمعت لكلام أبو رعود، وربما كانت يعني إصرار بعض قادة الحراك المدني وقادة التظاهرات على عفوية يعني المسيرات في ساحة التحرير، وعلى عفوية المطالب، وعلى يعني عفوية الخروج إلى هذه الساحة والتظاهر، ربما إصرارهم على هذه العفوية هي التي أدت بنهاية المطاف إلى جل النقاط اللي ذكرها السيد أبو رعود العراقي. يعني لا يفترض الآن أن نتحدث عن قيادة واحدة للحراك المدني في العراق حتى ينظم كل هذه القضايا ويقود مسيرة التظاهرات بالشكل المطلوب. يعني حقيقة أكو تخوف من هذا الجانب من قبل الحراك المدني والناشطين. يعني يفترض أن تكون هناك قيادات للحراك المدني، لكن أحكيها بكل صراحة أنا هي غير موجودة الآن. يعني حتى الشخص اللي يريد يبرز أو يكون بالتظاهرة يريد يكون هو يعني قيادي، وكل الناشطين والموجودين للتنسيقيات يرفضون هذا الشيء، ما يريدون قيادة. ليش؟ شنو المانع يعني أنه تكون هناك شخص متفق عليه من قبل كل الأطراف، مؤمنين بقضيته، ثقة عالية بوطنيته، يقود هذه يعني الجموع اللي موجودة في ساحة التحرير؟ يعني شنو الضير في ذلك؟ يعني احنا خلال هذه الفترة احنا على خلاف في هذا الموضوع. يعني احكي لك اياها، احنا من 2025 شباط اول تظاهرة، و 25 شباط 2011 خرجنا بالتظاهرات، لحد الان ما عندنا قيادة بالحراك. لان يعني كل من يريد يكون هو قائد. يعني هذا الخطأ اللي دا يقع به المنسقين وهذا الخطأ اللي يوصلنا حقيقة يعني لهذا الحال في العراق عموما. يعني هي عدم ثقة. طيب، أنا هذه المناسبة يعني أنا أريد أوجه رسالة من خلال قناة المدى إلى كل يعني منظمات المجتمع المدني للأسف. هي غير متواجدة في. طيب، نأتي على دور منظمات المجتمع المدني. اسمحوا لي قبل ذلك أن أذهب إلى زميلي من ساحة التحرير إبراهيم المحمود. مرحبا بك مراسلنا إبراهيم من ساحة التحرير. أهلا وسهلا، مرحبا زميلي. أهلا بك، كل عام وأنت بخير إبراهيم. ضعني في صورة الأحداث الآن في ساحة التحرير. كل عام وأنت بخير وجميع العراقيين إن شاء الله بألف خير والعراق بخير. يعني اليوم التظاهرات في ساحة التحرير، هنالك العديد من المتظاهرين اليوم، هنالك كثير من المطالب التي تطالب بإصلاح النظام، يعني منها بداية ب يعني موظفي العقود الذين عملوا في مفوضية الانتخابات. وهنالك مطالب يعني القضاء وما شاكل ذلك من ملفات كثيرة تحت طاولة القضاء. يعني هناك تعطيل لعدة ملفات الفساد التي شابت مؤسسات الدولة. يعني اليوم يعني المتظاهرون طالبوا الحكومة وطالبوا القضاء بتعديل القوانين التي في داخل السلطة القضائية. يعني طالبوا الحكومة اليوم يعني التجديد على مكافحة الفساد ومكافحة المفسدين. يعني هذه يعني أهم العوامل اليوم التي تخللت المظاهرات. طيب، هذا فيما يتعلق يعني بمطالب المتظاهرين. حدثني عن الإجراءات الأمنية
المتبعة لهذه الجماعة؟ نعم، يعني الإجراءات الأمنية التي أعدت من قبل قيادة عمليات بغداد وبالتنسيق مع يعني تشكيلات وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، هنالك انسيابية كبيرة لحركة المرور وحركة المركبات التي تتجول في المنطقة المحيطة لساحة التحرير. هنالك انسيابية يعني التعامل مع المتظاهرين والمتوجهين الى ساحه التحرير. هنالك عمليه سلسه للقوات الامنيه، وهنالك انسيابيه بعمليه يعني عمليه التنقل الى ساحه التحرير. يعني اليوم القوات الامنيه ادت مرونه كبيره حيال المتظاهرين وحيال يعني الاعلام المتواجد داخل ساحه التحرير. طيب إبراهيم، أنت قريب من المتظاهرين داخل ساحة التحرير، لمست بالتأكيد مشاعرهم وانطباعاتهم إلى آخره من هذه القضايا، يعني هل لك أن تجمل لنا الانطباع العام السائد الآن لدى الجمهور المتظاهر في ساحة التحرير مع بداية هذا العام 2016؟ أكد المتظاهرون أن بداية عام 2016 سيكون حافل بالتظاهرات. يعني التظاهرات لن تقتصر على ساحة التحرير فقط، بل الأيام القليلة المقبلة والأشهر القليلة القادمة ستكون حبلى بالكثير، وتوسيع رقعة التظاهرات وقد تمتد إلى المنطقة الخضراء وقد تمتد إلى جميع الوزارات. هنالك يعني المتظاهرون أكدوا أن سيدقون باب أي وزارة يشوبها الفساد. يعني اليوم هنالك تأكيد على توسيع ونقل، قد لا تكون نقل بالصورة الموجودة، ولكن دق باب الوزارات وتوسيع المظاهرات إلى الوزارات والمؤسسات الدولة والمنطقة الخضراء. طيب حدثني عن الآمال، هل الآمال جيدة، المعنويات عالية، تفاؤل بقادم أفضل، أم أن التشاؤم سيدا وحاضرا في يعني المتظاهرون هنا كان لهم ارتياح كبير لما يجري في العاصمه بغداد من اجراءات امنيه، رغم هناك وجود يعني بعض الحواجز الامنيه التي قد تعيق يعني مرور المركبات، هنالك زحام صح، لكن هنالك ارتياح امني للمواطنين من حركه السير، وهنالك وجود يعني اجراءات امنيه مشدده لمنع حدوث اي تخلقات امنيه قد تحصل يعني في العاصمه وحول العاصمه وبقيه المحافظات الاخرى. طيب انا اشكرك زميلي من ساحه التحرير مراسلنا ابراهيم المحمود، سنكون بالتاكيد معك في لتغطيه كل المستجدات داخل ساحه التحرير، شكرا جزيلا لك ابراهيم. نعم تفضل. انا يعني من نكمل الكلام منبر البغداد قناه المدى في بغداد، اطالب منظمات المجتمع المدني، احنا الان في 2016 يجب إعادة حساباتنا كمتظاهرين وكناشطين وكتنسيقيات. طيب يفترض أنه ما يصير أنه منظمات المجتمع المدني مدى تتواجد، لكن أنت من خلال اللقاءات الإعلامية تشوف يحكي على التظاهرات ويفصلها للتظاهرات تفصل، لكن هو ما متواجد بالمظاهرة. لا أنا عتبي على كل النقابات اللي موجودة، نقابة المعلمين، نقابة المهندسين، طلبة الجامعات، منظمات المجتمع المدني، المؤسسات الإعلامية، يعني يفترض بهم خلال هذه السنة يكون لهم تواجد في ساحة التحرير. ويعني هم شكلوا، أقطع كلامك بخير سيد عامر، هم شكلوا اللبنة الأولى لانطلاق التظاهرات، يعني أقصد يعني الانطلاقة الأولى للتظاهرات في بغداد، المحامين، المهندسين، منظمات المجتمع المدني، المعلمين، كل هذه الشرائح شاركت وبقوة في يعني في الانطلاقة الأولى للتظاهرات، لكن هذا يعني هذه المشاركة تراجعت خلال هذه الفترة، ما هي الأسباب؟ هو احنا نقولهم انتوا ليش تراجعتوا؟ يعني انت تريد تحقق هدفك يجب ان تستمر. يعني ربما تحققت مطالبهم لذلك تراجعوا او ما تحقق اي شيء، يعني شنو اللي صار؟ ما صار اي شيء. احنا نطالب هسه كل حتى المرجعيه الكريمه اللي دعمت التظاهرات ولا تزال تدعمها، نريد دعم من عندهم بقوه بعد اقوى، يعني يكون يطول فتوى للشعب انه يكون يتواجد في ساحه التحرير. لان احنا ما تحققت مطالبنا، ما تحقق لنا اي شيء، يعني هاي الفتره كلها اللي خرجنا بها يعني اكثر من 4 أشهر لكن ما تحقق لنا شيء. هسه بدت الناس تقل بالتظاهرات، احنا رغم القله
لكن احنا راح نظل نتواجد في ساحه التحرير لتحقيق مطالبنا المشروعه اللي كفلها الدستور. لذلك انا طالب كل شرائح المجتمع العراقي بتواجده في ساحه التحرير، وطالب الاستاذ وطالب المهندس وطالب الطبيب كلهم مطالبهم، لانه هذا بلدكم. نعم. وانتم حتى تكونون حريصين على بلدكم يجب ان تكونون متواجدين. طبعا انا اشوف حتى في ساحه التحرير متواجده، طبعا اريد احيي المراه العراقيه. نعم. دا اشوف النساء العراقيات متواجدات في ساحه التحرير. نعم. لكن احنا بدت تقل وصار مثل الروتين. يعني انه احنا نروح الجمعه نبقى لنا ساعتين ثلاث ساعات ونرجع. شنو اللي صار؟ طيب اللي صار اللي قدمناها اللي صار اللي شنو صار اللي تحقق من عندها؟ اللي صار اللي صار اليوم انه كثير من الناس يتحدثون عن انه المطالب الشعبيه دخلت مرحله الاحتضار، وحتى تنقذ يعني تعيد الحياة لهذه المطالب الشعبية ويستمر الزخم الشعبي باتجاه تحقيق المطالب، لابد من يعني القيام بخطوات يعني جدية. من هذه الخطوات حدثت أبو رعود العراقي عن لقاء مع السيد العبادي، يفترض أن يتم يعني أو في النية. لماذا أيضا لا يتم الانفتاح على جهات أخرى؟ تحدث السيد عامر عن المرجعية، لماذا لا يكون هناك لقاء آخر مع المرجعية؟ لماذا لا يكون هناك انفتاح على الشرائح التي ذكرها السيد عامر، المعلمون، المهندسون، الأطباء، هذه الشرائح المؤثرة أيضا منظمات المجتمع المدني، لماذا لا يكون هناك انفتاح؟ المطالبة وحدها لا تكفي أبو رعود. بس بالبداية يعني أتفق مع السيد عامر. نعم. قضية أنه نتمنى من الشعب العراقي أن يخرج ويعبر عن رأيه. نعم. طبعا اليوم أنا تفاجأت بشغلة في ساعة التحرير. نعم. امرأة معاقة. نعم. عمرها بحدود 60 سنة. نعم. عندما سألتها قالت أنا آتي عن طريق العكازة. طبعا والفيديو يمي والصور يمي. فأتمنى من الشعب العراقي أن يستفاد من هذه تجربة هذه المرأة اللي هي رمز من رموز العراق، نعتبرها كرأي شخصي. نرجع الى قضيه اللقاءات السياسيه، لا ذهب يمكن اكثر من مره، يعني اكثر يمكن حدود مرتين وفد من الاخوه المتظاهرين مع نعم. مع المرجعيه الدينيه، مع رئيس التيار الصدري. نعم. والمشكله ماكو اتحاد للمتظاهرين، ماكو شيء يجمعهم. خلافات اقول لك اياها بشكل صريح، الخلافات موجوده. بس أنا تابعتك على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرت مجموعة من الأسماء والصور، هسه بغض النظر عن ذكرهم، وقلت يعني هذول يمثلون أو على الأقل يمثلوك. هاي مبادرة شخصية داخل ساحة. اي والله طيب هذه الوجوه والأسماء، وهي أيضا وجوه معروفة. صحيح صحيح. طبعا يعني هم أعرفهم. يعني ماذا لا 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 تقود هذه هذا الانفتاح مثلا مع زعيم التيار الصدري، مع المرجعية، مع هي أكو لقاءات المخب، مع هي المشكلة أكو لقاءات هي قلت لك، بس المشكلة ما كنت يعني كل وفد يذهب بصفه شخصيه، يعني متكلم اقول لك انا اذهب بصفه شخصيه. طيب قلت لك المحافظات يعني ترتيب تنظيم. بس المشكله في بغداد. بغداد هي قلب العراق. فان شاء الله يعني في هذه السنه اكو مبادره جمع شمل. طيب. المتظاهرين ان شاء الله. طيب. ولقاءات على اكثر من طرف. على التيار السياسي. شوف هي يعني احنا شعب واحد، احنا هدفنا واحد. ما ابي شيء يذهب وفد يلتقي. خليها تذهب. طيب. الوفد ونعمل خير ان شاء الله. طيب انا اشكرك ابو رعود العراقي الناشط المدني، شكرا جزيلا لانضمامك لنا في هذه التغطيه المباشره من بغداد، واشكر ايضا السيد عامر فاضل الناشط المدني، شكرا جزيلا لك سيد عامر. طبعا انا احيي قناه المدى على تواصلها مع المتظاهرين وتواجدها. نعم. في ساحه التحرير. نعم. ونقل كل جمعه ما يجري في ساحه التحرير. يعني انا دا اشوف المنبر الوحيد اللي المتظاهرين بيستفادوا من عنده هو قناة المدى. شكرا لحضوركم. شكرا لكم. أما أنتم متابعينا في كل مكان ابقوا معنا، سنواصل هذه التغطية بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مجددا متابعينا متابعي المدى في كل مكان إلى هذه التغطية المباشرة التي ننطلق فيها من العاصمة بغداد، ونسلط الأضواء فيها على التظاهرات الشعبية والمطالبات الجماهيرية الداعية إلى الإصلاح. أرحب بضيفي في الاستوديو، السيدة خيال الجواهري الناشطة المدنية، مرحبا بك سيدتي خيال، وأرحب أيضا بعلي عامر الناشط المدني وممثل الشباب العراقي. أهلا بك. علاوي، أعرف عندك كثير اليوم بحماس الشباب، عندك طبعا كثير من الأشياء اللي تحب تسلط الضوء عليها، راح نعطيك بالتأكيد الفرصة الكاملة، لكن اسمح لي أن أسأل أولا المرأة
وخصوصا وانها السيده بالتاكيد خصوصا وانها السيده خيال الجواهر الرائعه. اهلا بك، شرفني وجودك معي في الاستوديو وفي قناه المدى سيده خيال. ما الذي نرجوه من العراق الجديد وخصوصا نحن صراحه نرجو الكثير الكثير، وخصوصا احنا في بدايه راس السنه الجديده 2016 من الشعب العراقي وجميع المواطنين والنازحين والمهجرين. هذه المناسبة وأدعو لهم كل التوفيق والعودة والعيش برخاء وكرامة وحرية وأمان وسلام، وخصوصا المرأة العراقية، خصوصا المرأة والرجل، والرجل كذلك طبعا، لكن دائما مغبونة المرأة يعني فنعطيها حق أكثر. طيب هناك مشاركة مشرفة حقيقة للمرأة العراقية بالضبط، يعني في كل المحافل. نعم انا يعني دا لاحظه بصراحه، مو تحيز يعني، انا دا اشوف يعني خصوصا الجمعه الاخيره وخصوصا يوم 18 يعني كان مؤتمر رابطه المراه العراقيه، طلعنا 150 امراه من المؤتمر الساعه 4 والاستراحه كانت الى الساعه 5، جينا ساحه التحرير كليتنا ويعني ذهبنا الحماس بالباقين ورجعنا ورا ساعة، يعني كان موقف يعني وقفة حلوة من المرأة العراقية المؤتمرة في رابطة المرأة العراقية، بما أنه هي يعني المعنفة الأكثر استحسان حتى المدى طلعوها بشكل مباشر. طيب يعني بما أنه هي المعنفة يعني الأكثر من الرجل، مغبونة مغبونة سياسيا وقانونيا وتشريعيا، يعني هي عانت ما عانت من العهود السابقة، لذلك يجب أن يكون لها دور كبير. ما هو هذا قصدي. طيب لها دور وتقوم بهالدور، يعني تشارك بفعالية واسعة وحضور جيد، وحتى بالهتافات بالمنصة يعني يشوف النساء أكثر من الرجال. وشيء جميل هذا، يعني احنا ما نتحيز إلى مرأة أو إلى رجل أو شيء، المجتمع هو مكونات يعني بنصفيه، رجل والمرأة هم بانين الوطن العراقي، هم بالتأكيد هم اللي يسوون مستقبل، يصنعون المستقبل، هم ديمومة الحياة العراق يعني والشعب العراقي. فحتى هي هاي يعني المظاهرات أو الحضور ضروري، أنا أشوفه إلزامي، إلزامي مو إلزامي إجباري يعني ماكو عصاية، بس أنا أقول يعني ذول الموجودين المغبونين يعني من المقطوعة رواتبهم، من النازحين، من الفقراء، من الكادحين، من ذوي العقول المتنورة، يعني ليش دا يقعدون مثلا؟ غير المفروض يشاركون. يعني عندنا مثال، أكبر مثال عندنا الشعب المصري من سوى التغيير، يعني نشوف المشاركة كانت عامة بالنسبة للشعب المصري. فإحنا يا ريت يعني سمرد الشعب كله، وإنما كحضور يعني كمساهمة هو لصالح الشعب، مو لصالح شريحة أو فئة أو مجموعة معينة، وإنما لصالح الشعب بأكمله. لأن الإصلاحات كلها يعني هي شعارات عامة تتوقع إلى تحسين الاقتصاد، إلى تحسين الوضع السياسي، إلى تحسين الوضع الاجتماعي الخدمي، وضع المرأة، وضع الطفل إلى آخره في كافة المناحي. يعني إحنا نشوف من 2003 بعد التغيير فعلا يعني احنا يعني جينا متفائلين بصراحه. تفاؤل كبير، وعملنا يعني من البدايه بمنظمات مجتمع مدني. طيب من خلال الدوائر الحكوميه يوم امس ايضا يعني شوف شوي شوي 2015 هذا الامن ايضا كان هناك تفاؤل كبير، يعني اجتمعت كل امنيات العراقيين، الامن والسلام بالضبط، هذه نسمعها دا يعني بكثره سمعناها في كل الاعياد والمناسبات، الامن والسلام، وهذه طبعا هي الامنيات بالاطار العام اكيد خلفها، اذا ماكو امان اكيد ماكو سلام، يعني كثير من الاشياء اللي يعني يطمح لها العراقيين في كل مكان. وحضرتك ذكرتيها واجملتيها، الملفات الاقتصاديه والانسانيه والسياسيه والاجتماعيه والقانونيه كلها تراجعت حقيقه بالضبط. يعني وللاسف في تراجع مستمر. طيب يعني اذا كيف يمكن ان نثق بهذه النخب السياسيه المتواجده الان ان تحقق لنا الاصلاحات، خصوصا وانها فشلت في ذلك منذ 2003 ولحد الان؟ ونتحدث طبعا عن 2003 لانه كان بدايه التغيير في العراق بغض النظر عما كان قبل 2003. فعلا يعني من بدايه التظاهرات كان هناك امل كبير يعني بالاصلاحات، خصوصا بوجود رئيس الوزراء العبادي، يعني بأول أسبوع أو الأسبوعين أطلق الإصلاحات حتى تفائلنا بشكل تفاؤل كبير. وكذلك البرلمان أضاف يعني سماع إصلاحات رئيس الوزراء، البرلمان خلى كذا نقطة 18 19 أضاف يعني، فلا
هاي الإصلاحات حققت ولا هالإصلاحات اللي أضافوها يعني كان كأنه تسابق من أجل الإصلاح من أجل تحسين الوضع. يعني بنشوف أي قضية من هالقضايا اللي إحنا طلبناها بالإصلاحات وهي مثلا إلغاء المحاصصة الطائفية مثلا وهي أس البلاء. يعني هو أساس هذا الأزمات كلها هذا وعدوا انتقلت للأسف للمجتمع. يعني هذه يعني المحاصصة ألغى النواب مال الرئيس ونواب رئيس الوزراء وبعدهم موجودين هم يعني في قسم يقولون بعدنا موجودين مثلا أو يعني الوضع الاقتصادي بدل ما يحسن رواتب المتقاعدين الفقراء الفادحين أشوف شفنا قاموا يسوون تقشف على الميزانية الجاية يعني على الأقل أحاسب أحاسب الفاسدين أو اللي عليهم علامة استفهام أنت يا نزاهة يا قضاء وين القضاء. ولهذا طالب الإصلاحات يعني التظاهرات طالبة بإصلاح القضاء لأن هو القضاء اللي يخلي رقابة ونزاهة وكل نأتي على موضوع المحاسبة والرقابة لكن اسمحي لي سيدة خيال أن يعني أرحب مرة أخرى بعلي عامر ناشط مدني وأيضا ممثل الشباب. يعني ما هي طموح الشباب وما هي أبرز ما هو الثقل اللي يمثل اليوم الشاب العراقي في ساحة التحرير؟ تحية طيبة لقناتكم الكريمة قناة المدى الفضائية ولك أستاذ أسامة. تحية لك. في بدء كلامي أقول لقد خرجنا مطالبين بعدد من المطالب للإصلاح وأيدنا الدكتور حيدر العبادي الذي هو قائد القوات المسلحة ومن ثم تفويض المرجعية ووضعنا آمال كبيرة بالدكتور حيدر العبادي من شمال العراق إلى أقصى جنوبه. لكن هذه الإصلاحات كلها ترقيعية ولا وجود لها على الأرض الواقع. إن إصلاحات العبادية مثل ما قلت لا وجود لها على أرض الواقع هي جاي إحنا طالبنا إنه يكون يراعي هذه الشريحة المهمشة العراقيين المتقاعدين الشباب لكن عكس ذلك فلا نملك سوى الاستمرار بالتظاهر ونحن في بداية العام في الأمس جددنا العهد مع العراق واحتفلنا في ساحة التحرير الشباب والمتظاهرين. طيب احنا يعني ربما متفقين انه نصف المجتمع اللي هي المرأة حقيقة موجودة في ساحة التحرير وربما تمثل يعني نصف الثقل مو صح؟ اكثر هي اكثر من نصف المجتمع بالواقع نعم 60% المرأة نعم وتمثل هذا الواقع على ارض ساحة التحرير. بالنسبة للشباب ما هو ثقل الشباب اليوم في هذه الساحة؟ الشباب هم مستقبل العراق بالتأكيد متفقين عن هالقضية لكن هذه الحكومة لا تبالي بهم وكأنما هم صعدوا على اكتاف الشباب هم اللي انتخبوهم هم اللي صوتوا لهم لكن بالمستقبل ان الشباب بصورة عامة لن يصوت لهذه الوجوه الكالحة. نحن نطالب بالتغيير التغيير الجذري لهذه الشجرة الميتة الضارة وثمارها الفاسدة من أجل أن يعيش الشاب العراقي والشاب العراقية والمرأة والطفل حياة كريمة أن نعيش حرية التعبير بجميع حذافيرها أن نطبق الديمقراطية في العراق. الآن في العراق ديكتاتورية بأوجه عديدة خروج التظاهرة من أول جمعة بدأ الرعب في الحكومة العراقية بدأوا بالقمع والتعذيب بشتى السبل. أين هي حرية التعبير وأين هي الديمقراطية التي ينادون بها؟ هذه ليست حرية التعبير هذا ما يمارسه البعثيين في الحكومات السابقة حكومة البعث. نعم. طيب سيدة خيال تحدثت عن ضرورة المحاسبة والمراقبة ولكن يعني فشلنا أو فشلت القيادات المتصدية اليوم للحكم في العراق في محاسبة الفاسدين وفي الرقابة لمنع استشراء الفساد وأصبح العراق اليوم في مراكز أولى من حيث نسب الفساد وعلى يعني مختلف الأصعدة. طيب يعني إذا كيف يمكن أن نغير هذا الواقع ونحن اليوم نخرج إلى ساحة التحرير ونطالب بالتغيير كيف ممكن أن نتغير؟ يعني اولا المطالب هو بساحة التحرير هو مطالب بالشعب المفروض تعتبر مثل الدستور. يعني شلون يمشون على الدستور المفروض هم هاي الاصلاحات المطلوبه او المرفوعه من قبل الجماهير الموجوده فهو يعتبر جزء من الاصلاح بس انت تجيب
يسمع يعني الحكومة اللي تسمع أو طيب أنا متفقين أنه ما تسمع ولا ترى ولا أي شيء علينا نستمر ولن تستطيع أن تحاسب ولن تستطيع أن تراقب ولن تستطيع أن تفعل أي شيء نستمر إذن بالتظاهر بالإعلام بالكتب بالإعلام الخارجي يعني وسائل الاتصال الحديثة لتشمل أكبر عدد واسع من الجمهور من المطالبين من المجتمع المدني منظمات المجتمع المدني فهي كلها يعني احنا نجبر الحكومة بهاي طلعتنا بتواجد يعني هذا ما كنا نتحدث عنه مع ضيفي أبو رعود أو بواسطة يعني مطالب مكتوبة من قبل التنسيق مع التظاهرات طيب هي هذه النقطتين الجوهريات حقيقة اللي تحدثنا عنها يعني في سياق هذه التغطية أنه الأولى لماذا لا تضع قادة الحراك المدني لماذا لا يضعون برنامجا من الآن موضوع تحضيرا للانتخابات المقبلة حتى يعني نتجاوز الأخطاء والقضية الثانية لماذا لا تنفتح تنسيقيات بغداد وبما أنها لا تمتلك قيادة موحدة على بقية الأطراف الدينية المنظمات المجتمع المدني شرائح النخب الكفاءات في العراق التي كانت اللبنة الأولى لانطلاق التظاهرات قيادة التنسيق يعني هي موحدة بالواقع يعني هي عدة أطراف موجودة حاليا على الساحة وتجتمع وتقرر الشعارات والهدف من هذه التظاهرات بس يعني حتى لا تزال مع الصدرين مع التيار المدني الديمقراطي مع منظمات المجتمع المدني يعني هاي كلها التنسيق موجود كان هناك عتب انه منظمات المجتمع المدني ثانيا من حيث رفع الشعارات رقم فقط يعني فقط بالجريده واللجنه ملتقت رئيس الوزراء العباد يقدموا مطالبهم مباشره فيعني شنو المانع بان هو هذا السؤال انه ليش هاي المطالب وحده وحده مثلا حكومة تكنوقراط يعني بدال المحاصصة الطائفية أنا أسوي تعيينات ما دام هم أجروا تغييرات ودمج يعني هم حتى داخل الوزارات سووا تغييرات بالمدير العام وطلعوا المتقاعدين مثلا من هالإجراءات أخلي الطالبين التعيين يعني اللي ذو شهادات خبرة وتكنقرات قصدي يعني نقدمهم على المحاصصة يعني المفروض كل وزير يعمل بهذه الوجهة يعني مو إلا رئيس الوزراء يعني كل واحد من موقعه يعني مو المصيبة يعني المصيبة عامة يعني وبالضبط هو هذا السؤال انه سيد العبادي ربما غير او هو غير قادر اكو عنده يعني بعض العقبات لعراقيل وعقبات بس انتم الوزراء طيب اللي عدلتوا بالوزاراتكم ليش ما طيب ربما حتى الوزراء هم منقادون بنهاية المطاف من قبل كتلهم وأحزابهم اللي رشحتهم وأوصلتهم يعني لهذا الكرسي يعني الحراك المدني بما أنه يعني قضية المطالب الشعبية يعني لم تتحقق كل المطالب اللي نادى بها المتظاهرين طيب يعني لماذا لا تلتقي في بداية الأمر على الأقل مع الكتل السياسية رؤساء الكتل السياسية مع السيد العبادي في جلسة حوار عراقية وطنية وتضع برنامج للمرحلة المقبلة خلص هذه المرحلة اللي انقتل واللي انسرق واللي كذا الله يعوض ولكن على الأقل خلينا نحافظ على المرحلة اللي جاية هي فكرة صائبة بس منه اللي من ينفذ يعني هو نفس العبادي قدام عرقلات وعقبات من الكتلة مالته من الفاسدين يعني هم ذولا منعوا التقدم أو تنفيذ الإصلاحات حتى لو تلتقي بالكتل السياسية أو الأحزاب أو شنو طيب تعقيبا يعني إذا ما شيء بادر هو العبادي يتنصل عن كتلته كرئيس وزراء للشعب العراقي هو للعراق كله مو لكتلة معينة ونفذ هاي الإصلاحات الضرورية يعني مثال لبقية اللي هو يعني بعدين يصير إله يعني فرد تاريخ يعني فرد يعني فرد تنفيذ أو يعني تنفيذ القرارات أو الإصلاحات فرد شيء تاريخي إله يعني يرمز إلى يعني أو طيب. يؤشر إلى بالتاريخ يعني طيب علي تعقيبك على هذا طبعا أحب أن أوضح على نقطة التقت مجموعة وطنية بالدكتور حيدر العبادي سابقا وقالوا له الأسباب التي أنت بسببها لا تستطيع أن تنفذ الإصلاح لكن اعطينا مدة زمنية وطينا مطالب المتظاهرين والأسباب والسبل اللي تقدر تسوي به الإصلاح هل نفذ هذه المطالب دكتور عبادي نقولها مثل بالعامية كلمته اثنين مو واحدة مثل الحكومة السابقة دكتور حيدر العبادي في يوم الثلاثاء
خرجت التظاهرات اللي امام مجلس النواب. نعم. ما تعرضنا لضرب عشوائي واطلاق نار، هذا اثبت انه قائد القوات المسلحه ليس الدكتور حيدر العبد وانما الحكومه السابقه نور كامل المالكي، فهذه سياسه نور كامل المالكي في 25 شباط 2011. قبل ان اجيب على السؤال السابق احب اوجه رساله للفنانين، الفنان العراقي دوره مهم بالتظاهرات في الشعوب المتقدمه عندما تصبح احتجاج سلمي اول ما تقوم به الدوله ان ترسل على الفنانين، لان الفنان شعبيته واسعه وتاخذ من المطالب المتظاهرين وتنفذها، لكن في العراق لا وجود لهذا الامر، فالفنان سفير العراق. طيب افتحوا قنوات اتصال مع الفنانين، افتحوا قنوات اتصال، لكن حاولوا بزياده الزخم داخل ساحه التحرير مو بس مع الفنانين، مع مختلف شرائح المجتمع، لماذا يعني لا يوجد قناه اتصال مع هذه؟ عندنا اتصالات لكن بعض الفنانين متواجدين في ساحه التحرير الان، لكن كل من مشاغله واعتذاراته. احنا في الجمعه القادمه من الممكن ان يحضر وفد من الفنانين. في الجمعه السابقه حضرت الفنان العام الربيعي، الفنان اسيا كمال، الفنان محمد الدراجي، واليوم فقدنا وجه ما كان متواجد لاسباب. مثل ما قلت الفنان سفير العراق وهو ينقل الصوره الواضحه الشعبيه للوطن العربي بصوره عامه وللدول، عفوا للوطن العربي بصوره خاصه وللدول المتقدمه بصوره عامه. نعم. طيب يعني مع ذلك ايضا صوت الشعب ربما يعادل 10 يعني اصوات، وهو مثل ما حضرتك وكنا نتفق انه هو مستقبل العراق، هم شبابنا هم مستقبل العراق، لذلك هو ربما يعني يجب ان يتصدر الشباب قيادة والبنات. التغيير في العراق طبعا الشباب والبنات شريحة مهمشة. طيب تماما حضرتك ممثل الشباب العراقي طبعاً. وتتحدث عن وجود أكثر من 6000 طبعا شاب عراقي. نعم. خولك أنه تمثلهم داخل ساحة التحرير. نعم. طيب هؤلاء 6000 لا يمثلون زخما منهم، منهم طلاب منهم خريجين منهم عاطلين عن العمل. نعم. الشباب العراقي من شريحة مهمشة ومهمولة تماما من عام 2003 إلى الآن. الحكومة العراقية مثل ما قلت في بداية حديثي لا تهتم بهذه الشريحة. نحن نادمون رشحنا هذه الأوجه السياسية لأن هذه شجرة ضارة وراح نقولها بالعامية تحرق الأخضر واليابس. طيب بدقيقة أخيرة لم نغير هذه الوجوه فسيضيع اسم العراق تماما. طيب بدقيقة أخيرة علي كلمة أخيرة. نحن ما دمنا لنا إرادة وعزيمة سنستمر على التظاهر والمطالبة بحقوقنا المشروعة والتي كفلها الدستور العراقي. ولو كلفنا ذلك أرواحنا فتربة الوطن غالية علينا. طيب أستاذ خيال كلمة أخيرة قبل مغادرة هذا المحور من التقرير. طبعا نتمنى إحنا مثل ما قال الزميل إحنا مستمرين على التظاهر إلى أن تحقق مطالب الإصلاحية في كافة المجالات، وهذا ما يكون يعني بإيد واحدة وإنما الشعب والحكومة والتضامن والحرص من قبل المسؤولين والوزراء، يعني المفروض يعني مو بس يسمعون حتى يسمعون ويشتغلون ويعملون من اجل الشعب العراقي ومن اجل صالحهم الشخصي مصالحهم الشخصيه، لان ماكو كرسي دام لاحد، يعني هذا التاريخ كله ما دام لاحد وانما يتغير في يوم. هو الذي نعم بالضبط التاريخ هو اللي يثبت. شكرا لقناتكم. انا اشكرك سيده خيال الجواهري، نشكر حضرتك ونشكر القناه على توفير الفرصه لايصال الصوت، ونتمنى للشعب العراقي كل الموافقيه والامان والسلام في ظل العراق مزدهر موحد فيدرالي ان شاء الله. شكرا ايضا لعلي عامر الناس مدير ومثل الشباب العراقي. شكرا لك استاذ اسلام، وشكرا لقناتكم التي توصل صوت الشباب العراقي من كلا جنسين الشباب والبنات. شكرا جزيلا لك. اشكرك. اشكركم طبعا على هذا التواجد معنا في هذه التغطيه المباشره، وانتم ايضا احبتي متابعينا في كل مكان تفضلوا بالبقاء معنا بعد هذا الفاصل. اهلا بكم مره اخرى متابعينا في كل مكان الى هذه التغطيه المباشره عبر المدى، ونغطي فيها تظاهرات ساحه التحرير، نتابع فيها الاحداث بالتاكيد والتفاصيل وكل المستجدات، بالاضافه الى متابعه مطالب المتظاهرين الى اين وصلت من الذي تحقق حتى هذه اللحظه، وهو هي رسائل مباشره بنهايه المطاف الى الحكومه
إلى البرلمان، للسلطة القضائية، حتى تستمع إلى مطالب الناس في الشارع وتحاول تحقيقها وتنفيذها. ويجب يعني بنهاية المطاف من واجبهم أن يحققوا هذه المطالب، لأنها مطالب يعني شعبية ومطالب مشروعة وتهم كل العراقيين في كل مكان. أرحب في هذا الوقت من التغطية السيد عباس عبد الرحمن الناشط المدني. مرحبا بك سيد عباس، وأيضا أرحب أطيب ترحيب بالسيدة تانية سلمان الناشطة المدنية. مرحبا بكما في المدى لنتحدث عن المطالب الجماهيرية والشعبية. أبدأ مع الرجال أم مع النساء؟ قبل قليل السيدات أولا طبعا. السيدات أولا. قبل قليل بدأنا ويا ست خيال، الآن لا، خلي تكون الصورة معك بس أجيب الرجل حتى تكون مساواة حقيقية بين المرأة والرجل. طبيعي لازم يفترض. شكرا، حياكم الله. سيد عباس، إذا ما هي الطموح في 2016؟ في البداية أشكر قناة المدى الفضائية على هذه الفرصة الرائعة التي أتاحتها لنا في هذه الأمسية الجميلة. نعم. وهني الشعب العراقي بحلول عام 2016. نعم. وأتمنى أن يشهد هذا العام دحر قوى الظلام والإرهاب في هذه السنة، ويتم استبدال بنادق الكلاشينكوف وقذائف الهاون بأدوات البناء من أجل إعادة الإعمار إلى العراق. هذه أجمل أمنية. نعم، هذه أتمنى أن يتحقق هذا بتضافر كافة الجهود، يعني أن تكون هناك حركة شعبية. نعم أستاذ، حركة شعبية وطنية حقيقية وفعالة لا تترك راية واحدة ترفع جميع الرايات من أجل الإصلاح حتى يستعيد العراق مكانه الطبيعي الحقيقي ومكانه الحضاري ودوره الثقافي في المنطقة، وأن يتم بناء الإنسان العراقي قبل كل شيء. على الأقل يعني نبدي بمداواة الجراح. نعم. اللي تعرض لها. نعم. العراق على مر وعودة المهجرين إلى ديارهم، نداوي جراحنا ومن ثم. نعم. يعني نحاول أن. نعم. ننتقل إلى ملفات أخرى. يعني شنو القضية سيد عباس؟ الحكومة في بداية المطاف عندما خرجت الناس يعني تطالب وتنادي بالإصلاحات انتفضت وانتهضت وصارت هناك حركة وصارت كانت هناك استجابة حزم إصلاحية واستجابة. نعم. وشفنا رؤوس كبار كانت يعني مسيطرة، يعني عزلوهم تقريبا، نتحدث عن نواب يعني رئاسات. طيب ما الذي حصل الآن؟ لماذا هذا السبات؟ الحقيقة يعني الإصلاحات يعني كانت أشبه يعني الإصلاحات التي رفعها السيد العبادي كانت أشبه بذر الرماد في العيون، بس يعني بنفس الوقت اعتبرناها يعني خطوة جيدة وبداية جيدة على أمل أن يتحقق المزيد. يعني تفاءلنا الجماهير أي صوت للإصلاح تحاول أن ترفعه للأعلى وأن تستمع. نعم. وكل أصوات الإصلاح سواء كانت رسمية أو شعبية هي تصب في قناة واحدة. نعم. لمصلحة الجميع. نعم. لكن للأسف الشديد يعني الحكومة غير جادة. يعني أكثر من حوالي يعني سنة مر على المظاهرات هذه. نعم. المظاهرات أعتبرها حضارية جدا. لأنه لم يكسر شيء في ساحة التحرير. والناس يطالبون بسلمية واضحة وهتافات جميلة من أجل الإصلاح، والإصلاح يصب في مصلحة الحكومة وفي مصلحة الشعب. نعم. والشعب والحكومة يعني أحدهما يكمل الآخر. فنتمنى أن يشهد عام 2016 استجابة فعلية وحقيقية من الحكومة، وأن يتم استغلال الزمن بعد أن كثر أو زاد هدر الوقت وكان التلكؤ واضح في مسألة إعادة الإعمار والإصلاح. والقضاء على هدر الأموال، يجب أن تعاد الأموال المنهوبة إلى خزينة الشعب، لأنه الإصلاح لا يتم إلا بوجود اقتصاد متين واستقرار أمني واستقرار سياسي. طيب نجي على هذه الملفات بالتأكيد، وهي ملفات جوهرية ومهمة. ورحب بيش مرة أخرى سيدة. أهلا وسهلا. تانية سلمان، مرحبا بيش، شفتنا اليوم، نورتنا أيضا في استوديو. الله يخليك. المدى يعني تعرفين حضرتك 2015 2016 17 18 الأرقام تتغير، ولكن ما تغير الواقع. الذي يغير الواقع هو يعني الناس، النخب، الكفاءات هي اللي قادرة على أن تجعل الأرقام
يعني مثمرة ومغايرة تماما عن الأرقام اللي سبقتها، ونتحدث طبعا عن سنة 2015 اللي مضت واللي يعني ما تحققت كثير من الإنجازات، إذا ما أساسا ما تحقق ولا إنجاز واحد حتى يعني إذا كنا متشائمين. طيب ماذا ننتظر من عام 2016؟ ماذا سنفعل نحن كعراقيين حتى نحقق عام أفضل في 2016؟ طبعا أول شيء أهني الشعب العراقي بحلول العام الجديد، وأتمنى إن شاء الله يكون هذا عام سعادة وسلام وعام محبة وأمان لكل شعبنا ولكل بلدنا، وتحرير الأراضي المغتصبة وعودة النازحين والمهجرين، ويا رب الإصلاح. احنا نقول يا رب الإصلاح. الإصلاح كنا نقول إنه الإصلاح يأتي من النخب ويأتي من الشعب، للأسف لا زال شعبنا في حالة ركود، في حالة خنوع، في حالة قنوط من هالحكومة. أنا أسأل بس الشعب اللي قدرت الحكومة تلوي إذراعه بلقمة رزقة بلقمة عيشة، لكن إلى حد الآن نشوف هذا الشعب نايم ما متحرك. النخب دا تتحرك، تيارات مدنية دا تتحرك، تيارات سياسية وطنية دا تتحرك، لكن للأسف إنه أقول إنه الشعب لا زال في حالة ثبات. هذا الثبات في حالة واحدة بس ممكن إنه يتحرك، لمن يعني خلي نشوف شوية دغدغة مشاعر الحكومة. إذا دغدغت مشاعرهم ولغت أكو أشياء ممكن هسه هم أكو فئات من الشعب مصالحها متفقة بيا مصالح الحكومة، لكن من هاي المصالح لما تلغي ممكن راح نشوف انه الشعب يبدي يتحرك، وانا متأكدة الشعب راح يبدي يتحرك. طيب ما بس يعني قاطعش بخير سيدة تانية، كلام فعلا منطقي وجميل، ولكن معقولة كل الشعب العراقي اليوم شبعان؟ لا طبيعي، مو عندنا فقراء يعني بالملايين؟ نعم صحيح، طبيعي. لا لا هو خط الفقر ما اعرف وين وصلنا به، هو احنا هذا اللي نقوله. طيب انه خط يعني الفقر يعني هو الفقير بغض النظر عن مستوى الثقافه اللي يمتلك الانسان، الفقير هو الذي يعني عاده هو اللي يقود الثورات واللي غير. طيب معقول الشعب العراقي شبعان؟ لا احنا لهذا دا نقول انه احنا هسه درجة خط الفقر عندنا فظيع، الأمية عندنا فظيعة. بس هو اني هذا الأسئلة، انت الشعب ايش تنتظر لما الحكومة مسلطة على رقابك، مسلطة على لقمة خبزك انت دا تاكلها بعيش كريم، انت كل اللي دا طالبه بعيش كريم، ما طالب شيء، انت ما مطالب حتى اللي سرقوك انت ما طالبت بيهم، يعني ما طالبت حتى باسترجاع المبالغ مالتها الى حد الان. احنا دا نشوف السراق يمشون بهامتهم العاليه زين، واموالهم موجوده، لكن للاسف انا هم اقول انه هذا الشعب يفترض انه ينزل ويانا للساحه يتحرك مثل ما احنا دا نتحرك. طيب ما دا ينزل الشعب؟ ربما يعني لعده اسباب، في خلي نتحدث عن افضل الاسباب، إن ربما هو مخولكم أنتم كنخب يعني صدرتوا لهذا المشهد، ربما مخولكم وينتظر منكم أنه يعني تحشون بصوته وتنادون بحقوقه وربما تغيرون نحو الأفضل. لربما طيب. أو بالأحرى صحيح أنه مثلا لا يعني أكو هواية ناس. طيب بس هم يعني هم أنا بدأ الأمل يحتضر بكم من قبل هاي الناس؟ لا الامل ما بدا يحتضر بينا، بالعكس انه احنا مستعدين، يعني احنا اذا لك ما يعني ما تغير شيء واقع، هو ما تغير فعلا. هو شنو الاصلاحات اللي قدمها العبادي؟ اصلاحات ترقيعيه وتكاد تكون حتى مهمشه، يعني كل الاصلاحات اللي سواها انه طلع النواب من عنده، طلع نواب رئيس الجمهوريه، والفائده شنو؟ يعني سرقه الاموال العام لا زالت، السراق موجودين، ماكو اي حركه عليهم، النزاهه ما تحركت باتجاه السراق زين. علاوه على هذا انه هو نفسه حتى يعرف السراق موجودين في دفه الحكم، لكن مدى يوضع ايده على الجرح ولا دا يصلح اي شيء، تاركها كانه يعني تاركها للخيال، كانه عبالك احنا هسه عايشين في عالم اخر، هو في وادي اخر، وهذا خطا. يفترض يحتضن هاي التظاهرة، هاي تظاهرة مدنية، احنا ما طالعين لا شايلين سلاح، كل اللي طالعين به هي كلمة حق
احنا رايدين كلمه حره، كلمه حره، كلمه مدنيه، انه احنا نريد هذول المخطئين يعزلهم، يعالج المفسدين، يعالج القضاء، القضاء مالنا فاسد. طيب هي الحكومه الثانيه لحد الان ما تقاطعت ويا مطالب الناس ولا يعني كبحتها بشكل مباشر، ولكن بالمقابل اسمح لي ان انتقل بهذا السؤال للسيد عباس، انه ماكو تقاطع ما بين مطالب الناس وما بين الحكومه، الحكومه اتاحت الفرصه، عبر عن رايك، قال سنحقق هذه المطالب، وايضا هناك لقاءات مع السيد العبادي، وهناك يعني تقريبا كل الاطراف تتفق ان هذه المطالب حقه ومشروعه. بالتاكيد استاذ. طبعا الازمه الاقتصاديه اللي يواجهها العراق حاليا وهي أزمة انخفاض سعر النفط في الأسواق العالمية، نعم، انعكست سلبيا على الحياة الاقتصادية في العراق، نعم، وفي نفس الوقت انعكست على المواطن يعني العادي وعلى القدرة الشرائية له في هذه الفترة. على الحكومة في هذه يعني السنة الجديدة، نعم، معالجة هذه الأزمة بخطوات تعيد التوازن للاقتصاد العراقي، أن تشجع الصناعات المحلية قدر الإمكان، وتقلل من استيراد بعض المواد، يعني بصراحة أنا أعتبر بعض المواد مضحكة جدا وتستورد، يعني ممكن أنه ترفد الصناعات المحلية، ولدينا خبرات متراكمة، لدينا شباب نشط، والشعب العراقي طبعا شعب معطاء دائما، يعني مر بنكبات كثيرة وينهض من جديد، مر إلى غزوات شرسة، شعب يحب الحياة، شعب متفاعل، وبالإمكان أنه استعادة مكاننا اقتصاديا، والاستقرار الاقتصادي ينعكس على جميع مجالات الحياة، ينعكس على التعليم، ينعكس على السياسة، الاقتصاد هو الحركة التي تديم جميع النشاطات الاجتماعية في كل الأحوال. أما بالنسبة للمواطن، حضرتك قبل شوية تطرقت لهذا الموضوع، أنه ينظر للمتظاهرين، أكيد المتظاهر يضع المواطن العراقي يضع المثقف ويضع المبدعين والكتاب والشعراء، ويعتبرهم الناطق الإعلامي لكل ما سكت عنه، أنه لا يستطيع إيصال صوته، لكنه يضع ثقته في هذه الجموع المتواجدة قبل قليل في ساحة التحرير. طيب. هذه الجموع وضحت كل مطالب الشعب العراقي بجدية وبمصداقية وعمق، لكن ننتظر الاستجابة من الحكومة العراقية وأتمنى ذلك. طيب هل هناك سقف زمني يعني لهذا الانتظار حتى نقول خلص يعني انتهت مرحلة الانتظار ونبدأ مرحلة جديدة؟ هذا يتوقف على جدية الحكومة وأن تكون متلقي إيجابي لمطالب المتظاهرين في نفس الوقت، وفي نفس الوقت نحن لا نيأس، نحن مستمرين في حركتنا. يعني ماكو سقف زمني حتى لا يوجد سقف زمني، مفتوح الوقت للحكومة، يعني هذه مفتوح الوقت طبعا، لكن نحن لا نصمت، مستمرين في رفع حتافاتنا وفي أصواتنا، وكل صوت عراقي شريف في العراق في أي ناحية هو يرفع نفس المعنى ونفس التأثير، وإن شاء الله نتمنى من الحكومة أن تكون متلقي بارع، وأن تكون هناك تغذية مرتدة حقيقية للمتظاهرات في أذن الحكومة. طيب حدثنا قبل قليل عن رغبة وعدم قدرة، هل تعتقدين سيدة تاني أنه يعني حكومة ليس لديها الرغبة على تحقيق المطالب الشعبية، أم أنها غير قادرة على ذلك؟ لا، ما عندها الحالتين، ما عندها لا عندها الرغبة بتحقيق الإصلاحات ولا عندها القدرة بتحقيق الإصلاحات، هي راح تبقى أنه تبقى دائما هاي مسألة التسويف، راح تبقى تسوف العملية كليتها، يقول لك عندي أنا فترة زمنية، فترة الأربع سنين، هاي السنتين بما أنه الشعب دا يتظاهر ودا يطلع دا يقضي له ساعتين في ساحة التحرير، يصيح ويحكي ويهتف ومدى يشوف من عندي فتشي ويرجع، وكأنه احنا طالعين دا نأدي فد عرض مسرحي وراجعين. لكن هذا أيضا أنا هم أقول أنه احنا نطالب كل النخب السياسية، كل منظمات المجتمع المدني، مثقفين، فنانين، عمال، رسامين، تشكيليين، كل النخب السياسية وكل النخب الوطنية اللي تحمل راية هذا البلد وإصلاحه، يفترض أنه تنزل ساحة التحرير، لأن
احنا صحيح نخب يعني تكاد تكون موجوده، لكن مو معنى انه احنا نسمع صوتنا للكل، لكن ايضا احنا بحاجه الى يعني خلينا نكون تظاهره مليونيه تنزل. لما تكون تظاهره مليونيه احنا شفناها باول جمعه، الجمعه الاولى والجمعه الثانيه والثالثه، كانت الحكومه خائفه من الشعب بشكل بحيث قامت تسرع بالاصلاحات، بدت بعدين امتصت الغضب، قدمت فشي معين زين، امتصت غضب الشعب، رجعت تمادت. هسه من تمادت يعني بدت اول شيء بسلم الرواتب، سلم الرواتب اللي كسر ظهره للعامل، كسر ظهره للموظف، كسر ظهره للمتقاعد، المتقاعد اللي عنده خدمه 30 سنه 40 سنه زين، وده يستلم راتب 400 500 الف بالشهر ومكيف نفسه على هالميزانيه هاي. لما انت يا العبادي توضع اصلاحات من تسترد اموال مسروقه، تستردها من الانسان الكادح، من الانسان التعبان، لو تستردها من السارق نفسه. نعم. انت ليش السارق تغطي عليه؟ وليش الكادح تعاقبه؟ ليش برايك؟ هو ما احنا هذا دا نقول، طبعا لان هو من كتلتهم، لان هو من كتلتهم، هو طبيعي هو الكتله، الكتله اللي من تخرج انسان فاسد يعني ايش تتوقع؟ شيء راح ينصلح؟ مثل عم وليده خال ابنه. اها طبعا انا يقول مو المثل يقول انا وابن اني واخوي على ابن عمي، فهو نفس الشيء. انت خلي نشوفها، نعيد شويه، نعيد التاريخ. زين البرلمان قبل ما ينتفض الشعب كان كل الكتل السياسيه اللي داخله ضمن العمليه السياسيه كانت في صراع مستديم، احتدام دائما، وهذا الاحتدام يعني حتى تتلبى مطالبها، تتلبى مطالب تشكيل الحكومه. حكومه ما تشكلت ولا مره بالعراق، يعني اقصد من 2003 وحتى اللحظه، اذا ما اجت مطالب الكتل السياسيه صحيح واندرجت باوراق وتم الاتفاق عليها وخلاص. يعني هم فضلوا مصلحتهم على مصلحه الشعب. من انتفض الشعب انت شوف البرلمان كله صار ضد الشعب، وكانه الحكومه في وادي والشعب في وادي اخر، وكانه الشعب ده يريد فد مطالب خياليه. ليش نلوم السيد العبادي اذا كان البرلمان هو يعني ممثلكم، يعني ممثلنا كجماهير، هو اللي دا يوقف هذه الاصلاحات، هو اللي طبعا احنا من نقول الكتل السياسيه، كل الكتل السياسيه اللي داخله ضمن العمليه طيب. السياسيه هي كتل اتت من مصالحه مقيته، واحنا سبب بلاء وسبب افشال كل عمليه كل عمليه سياسيه هسه بالعراق هو سببها المحاصصه الطائفيه. نعم. هاي المحاصصه الاثنيه اللي جابوها بدبابه امريكيه وبسياسه امريكيه، وراح يبدون يمشون عليها اذا ما تم الاصلاح وبناء دوله مدنيه، بناء دوله مؤسسات، دوله قوانين. بس المشكله انه بهذا فيروس وعدوى انتقل يعني للشارع مع الاسف. هذه هي للاسف احنا على مستوى دائره صغيره. أيوة لكن يعني مستوى دائره صغيره. شوف المدير العام ياتي من كتله معينه يبدي يغير مدراء يعني الاقسام تباعا، تاسيس تمام للجماعه. صحيح. لان على امل انه هم راح يبقون على مدى طويل. لكن انا اذا اقول لك انه هذا الشعب شعب ولود، شعب وشعب مبدع، في يوم من الايام راح ينتفض، في يوم من الايام وراح ينفجر. ومن اللي يفجر؟ ما يفجروا، يفجروا النخب، لكن راح يفجر هذا المنبسط اللي بالشارع. الانسان الفقير هو اللي راح ينفجر. طيب دعونا نتحدث عن 2016. ما هي المطالب في 2016؟ عن صوره التظاهر بشكل عام خلال يعني هذا العام، واليوم الجمعة هي أول أيام يعني هذه السنة، وأيضا أول تظاهرة في 2016. ما هي المطالب؟ ما هي الصورة ل 2016؟ أولى المطالب أنه رفع المستوى المعاشي للمواطن العراقي، وعدم المساس برواتب الموظفين. يعني الموظف مهما يكون منصبه راتبه لا يتعدى المليون أو أكثر بقليل. نعم. وحتى إن تجاوز المليون ونصف تحجب عنه البطاقة التموينية. نعم. يعني هذا شيء غريب. ربما له بنت وولد في الجامعة، وهناك مصاريف كثيرة، مصاريف خطوط السيارات، مصاريف تنقل، الملبس، المأكل، بعض الموظفين. هو راتبه مليون ونص، ولكنه يسكن في بيت للإيجار. هو كل شيء يشتريه بفلوس، وكل شيء طبعا الصحة يشتريها بفلوس، والدواء وكل يروح شيء، يروح للماي، والماء والكهرباء والمولد، المي يشتريه بفلوس، وفي يعني في غضون أيام قليلة يتبخر الراتب. وحتى أحيانا بعض الحقوق يعني المشروعة في دوائر الدولة أيضا يشتريها بفلوس. وفي نفس الوقت أستاذ يجب أن تصرف يعني تخصيصات الوزارات بشكل يعني عادل
عادل ومنصف بدون إسراف بدون بذخ بدون تبذير. هناك إفادات أرقام خيالية نسمع عنها، حتى قبل شهر أو أقل مؤتمر المناخ صرفت مئات الألوف من الدولارات وكان الوفد يتجاوز 80 شخصا. يعني تلاحظ هذا، يعني هذا يتحدثون عن الأزمة الاقتصادية وهم يبذرون الأموال يمينا ويسارا. طيب سيدة داني أيضا، يعني ما هو المشهد في 2016؟ ما هي المطالب خصوصا في هذه الجنة؟ هي نفس مطالبنا بال 2015، هي استمرارية لها، الإصلاح بكل شيء، الإصلاح بالقضاء قبل كل شيء القضاء، وتسليم الفاسدين للنزاهة ومحاسبتهم، وإعادة الأموال المسروقة للشعب، وخلي يعني ونقولهم أنه لا تقترضون، ترى بعدين الشعب هو اللي راح يدفع الثمن، لأن أنتوا 4 سنين وطالعين مأمنين مستقبلكم، لكن الشعب هو راح يدفع الثمن. طيب أنا أشكرك ست تانية سلمان ناشطة مدنية، شكرا جزيلا، شكرا عزيزي وجودك ويانا في هذه التغطية، وأشكر أيضا السيد عباس عبد الرحمن، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لكما في هذه التغطية المباشرة. ما أنتم متابعينا في كل مكان، أو معنا متواصلون بالتأكيد في تغطية وقائع تظاهرات ساحة التحرير لهذه الجمعة، بعد أن نذهب لمشاهدة استطلاع عده لنا الزميل إبراهيم المحمود من داخل ساحة التحرير، وتابع فيها من هناك مطالب الحشود الشعبية المتواجدة في الساحة. مساء الخير زميلي، يعني اليوم في ساحة التحرير خرج العشرات والمئات من المتظاهرين يطالبون بمطالب عدة، يعني اليوم القضاء على الفساد ويعني محاربة المفسدين وفتح ملفات الفساد التي شابت جميع ملف مؤسسات الدولة. يعني بلا شك اليوم هي الجمعة الأولى من عام 2016، هذه الجمعة يعني الكثير من المتظاهرين يتأملون بأمنيات ودعوات لأن تكون هذه الجمعة هي جمعة لحسم التظاهرات وحسم الإصلاحات ويعني الذهاب بإصلاحات كثيرة وإصلاحات شاملة تلم جميع، يعني تلم جميع الملفات التي شابت جميع مؤسسات الدولة. يعني الآن معي أحد المتظاهرون، هنالك لديهم يعني عدة مطالب، نلتقي بأحد المتظاهرون. السلام عليكم. السلام ورحمة. يعني اليوم هنالك مطالب عدة، ما هي هذه المطالب التي في ساحة التحرير؟ أول شيء باسمي شخصيا وباسم كل العراقيين طيبين وباسم البغداديين أولا أهنيكم بالعام الجديد، وأنا جيت أكد يومنا وحياتنا الجديدة بهذا اليوم بهذا المكان بساحة التحرير، لأنه البارحة العراقيين أبدوا تفاؤل حسن وبينوا إيجابية بأنهم ضد القوى الظلامية بسهرتهم لحد ساعات الصباح، وأثبتوا بأنه حضورهم في الشوارع دليل بأنه بحبهم للحياة، بأنه هم ليسوا ظلاميين وليسوا نظاميين. بإذن الله هذا التواجد بهذا الساحة دليل كامل وقاطع بأنه العراقي حي، البغدادي حي، وكل الفئات اللي الآن موجودين كلهم يردون التجديد ويردون الإصلاح بهذا البلد. وجودنا هنا للتغيير لا أكثر ولا أقل، التغيير نحو الإصلاح نحو الأحسن، نطلب نفس المطالب. التغيير ما التمس الشعب لحد الآن، ولكن تفاؤل موجود. احنا نأكد عام 2016 عام تفاؤل، ما أثبته المواطن العراقي بصنف المدني الأمني في ساحات الوغاء نصر عظيم للشعب العراقي اللي ما حققه في الأنبار، ونأكد بأنه هذا النصر لم يكون إلا أن يكون بتآزر ومحبة الشعب العراقي كله. الشعب العراقي واحد بكل أطيافه من الشمال إلى الجنوب، نقبل بكل القرارات اللي تمنحها أو تفوضها المفوضية العليا للحراك الشعبي اللي موجودة هنا. احنا نسميها المفوضية العليا، عندي قصد بها لأنه هذا الحراك الشعبي في كل المحافظات في كلها من الشمال إلى الجنوب نفس المطالب نفس الأمور، نحو الإصلاح نحو التغيير نحو الفساد. يعني أقصد بأنه نحن كل الطالعين ضد الفساد، ما رايدين شيء، احنا ما رايدين شيء، الان متفائلين وفرحانين، كل هذول شعبنا اولاد شعبنا كلتنا فرحانين، احنا رايدين فقط التغيير، رايدين نحو الاصلاح نحو التغيير فقط. واتمنى لقناتكم الموفقيه، وان شاء الله توصلون صوتنا بانه الشعب العراقي حي، والشعب العراقي مو موجود بكل مكان، موجود في كل ساحه في كل قلب كل عراقي. شكرا جزيلا لكم، تحياتي لكم. السلام عليكم، ممكن تقدر تتفضلي؟ يعني اليوم يعني هنا في ساحة التحرير الكثير والعشرات من المتظاهرون يطالبون بحزمة إصلاحات والتجديد على الإصلاحات التي خرج إليها قبل نصف عام. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي هذه المطالب اليوم؟ جزء من هذه المطالب الشعبية نحن
نحن موظفي مراكز التسجيل المنتمين إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد أضاعت المفوضية درجاتنا بين أدراج وزارة المالية والمفوضية بسبب سوء إدارة السيد مقداد الشريفي الذي صادق على الملاك الذي قوامه 4200 درجة وكانت مرصودة للمفوضية 10000 درجة. نحن جزء من هذه الدرجات الذي خصصت في موازنة عام 2011، وكانت الدرجات مخصصة لمن أكمل سنة، وإحنا في حين ذلك لم نكمل السنة، ولكن أجرينا انتخابات وانتخابات وكنا مستحقين للتثبيت، ولكن سوء إدارة السيد مقداد الشريفي بإضاعة هذه الدرجات سوف نستمر بالتظاهر ضده لحين رحيله من هذا المنصب، لأنه رجل سيء غير حسن التصرف. هناك كثير من المطالب، يعني اليوم هنالك مطلبنا الوحيد هو والقضاء والملفات الفساد هذه، مطلبنا الوحيد هو رحيل السيد مقداد الشريفي. لقد تسبب ضياع 5000 درجة وظيفية، 5000 عائلة، وقد صادق على ملاك قوامه 4000 وكانت 6000 درجة قد أضاعها بسوء تصرفه. لذلك نطالب برحيله، ونحن مستمرون بالتظاهر جمعة ورا جمعة، ومقداد لازم نطلعه. هذه التظاهر التي تخص موظفي مراكز التسجيل مستمرة في كل المحافظات، ممتدة من البصرة إلى الناصرية إلى واسط وديالى وبابل وبغداد مركز التظاهر. نحن موظفي مراكز التسجيل لازم نطالب برحيل السيد مقداد الشريفي، وعليه يتحمل سبب عدم تصرفه الذي أضاع 5000 درجة وظيفية. شكراً وصلت رسالتك. يعني اليوم التظاهرات وهنالك مطالب للمتظاهرين في ساحة التحرير، يعني اليوم هنا الجمعة الأولى لعام 2016، ما هي اليوم مطالبكم وفي هذه الأيام والأيام المقبلة؟ طبعاً في البداية كل عام وأنتم بخير، نتمنى عام سعيد على الشعب العراقي، ونبارك انتصارات الجيش العراقي وحشد البطل. في البداية احنا جزء من المجتمع، وكل جزء يختص بالشيء اللي فيه، يعني اللي يهمه من قضايا الفساد. احنا موظفي العقود جاي نشوف اكو فساد عندنا بدائرتنا، جاي نطلع احنا جمعه ورا جمعه، صار لنا حوالي اكثر من 4 أشهر نطلع في سبيل انه رئيس الوزراء والبرلمان ينتبه لنا ويفتهم رسالتنا. احنا نعاني من فساد اداري بالمفوضيه، هناك تعيينات جاي تصير خارج الضابط قرها البرلمان، وهاي يعتبر فساد اداري، ونطالب بالوقوف بوجه هذا الفساد. الشيء القضيه الثانيه، احنا ايضا جزء من المجتمع وجاي نعاني من تهميش، وجاي نعاني من سرقه حقوقنا، فلذلك احنا جاي نطلع وشعارنا نطالب باستجواب مقداد الشريفي رئيس المفوضيه سابقا. وان شاء الله احنا الاسبوع القادم تسجيل المحاكم العراقيه اذا شفنا ماكو اي نتيجه من الدوله او من البرلمان. احنا نطالب التغيير، هذا مطلب الاصلاح، ندعم الحكومه وندعم الجيش والحشد، وندعم الدوله بانتصاراتها في معاركها الاخيره، ونطلب من رئيس الوزراء انه يقف مع شعبه ويسمع هذه المتظاهرين. احنا راح نقف مع رئيس الوزراء معطوله مع الاصلاح، احنا وياه. الاصلاح هو أن هذه إذا يعتبرها معارضة المتظاهرين فيجب أن يأخذ بآرائهم حتى يعمل بها. هذه الآراء كلها اللي يقولها الشعب هي للتقويم، لسنا مشاغبين، احنا ناس نطالب تقويم الحكومة، هذه حكومتنا وهذا بلدنا، واحنا إن شاء الله بهاي السنة الجديدة نطلب من رئيس الوزراء أن يكون تغيير. التغيير لازم يبدأ من تنفيذ مطالب هؤلاء المعتصمين. المطالب نفس المطالب، تحسين الوضع الاقتصادي لشريحة الشباب، لشريحة أصحاب العقود، وقسم منهم سرحوهم من العمل وهم أصحابين عوائل، الخدمات فيها نقص، أصلا الخدمات مو موجودة. بغداد أشبه بثكنة عسكرية، بمكب نفايات، بكتل كونكريتية، هذه بغداد. كذلك ما زالت العملية السياسية متلكية، يتحدثون عن ديمقراطية وهي ديمقراطية الفاسدين والمفسدين، ديمقراطية رأس المال والجشعين والفاسدين الذين أثروا ثراء فاحشا بمدة قياسية قصيرة على حساب الشغيلة وعلى حساب الناس وعلى حساب الشباب والنساء. العملية السياسية تتلكى، يحتاج للقوى المتنفذة أن تراجع نفسها، أن تفعل برامجها، وأن تكون برامج حداثوية إذا هم صحيح يريدون الإصلاح. ولكن كيف تطلب إصلاح من هو أساساً فاسد؟ هي القوى المتنفذة الماسكة بزمام السلطة بعد الاحتلال
قسمت المجتمع إلى الطائفة سين والطائفة صاد والقومية سين والقومية صاد، يعني نظام المحصصة الطائفية أثبت فشله. هذه بالأنظمة الديمقراطية المتطورة ماكو شيء، أكو دولة مواطنة، دولة مواطن، دولة حقوق إنسان، دولة احترام الرأي والرأي الآخر، مو دولة تنطبع بلون واحد. هو العراق أساسا ملون بديانات متعددة، بقوميات متعددة، بمذاهب متعددة، فلازم لازم هاي الشدة الوردة نحافظ عليها. زين شنو ذنب هذول الشباب؟ هم وعوائلهم لحد الآن ما متعينين، قسم وزارة الثقافة أيضا عقود ما مثبتين، زين فرص عمل ما أكل الشباب. زين هل سئلت هاي القوى المتنفذة الماسكة بالسلطة ليش هجروا الشباب وغرقوا في بحر إيجو بالبحر الأبيض المتوسط؟ اجتمعوا راجعوا نفسهم، قالوا هذول الشباب ليش طلعوا؟ غير نوع من التمرد السلبي، هو تمرد. طلع الشاب هاجر لأنه بلده ما انطوا وطن جميل، انطوا وطن مليء بالدم، بالإرهاب، بالقتل، بالتشظي الطائفي، بتهديم النسيج الأسري، تهدم بهاي الأجندات السخيفة اللي سربوها إعلامية للشارع. شنو كلمة سني، شيعي، كردي، عربي، تركماني، إيزي؟ دولة مواطنة، احنا كليتنا مواطنين، المواطنين لازم يساوون بالحقوق والواجبات، مو فلان عنده حق والاخ ما عنده حق، دولة مواطنة. اذا شكرا للزميل ابراهيم المحمود على استطلاع الذي اعده من ساحة التحرير مع المشاركين في هذه التظاهرة، واستمعنا بالتأكيد الى المطالب والشعارات التي رفعت في هذه الجمعة. ارحب بكم مجددا احبتي في كل مكان الى هذه التغطية المباشرة لتظاهرات ساحة التحرير. يشرفني ان ينضم الي في الاستوديو الان السيد صباح المندلاوي نقيب الفنانين العراقيين، مرحبا بك. اهلا وسهلا سيدي بكم. الكريم كل عام وانت بألف خير. وانتم ايضا. وارحب ايضا بالسيد مازن جندير ممثل شركات التصنيع العسكري وايضا ناشط المدني في تظاهرات ساحه التحرير، كل عام وانت بألف خير. حياك الله وكل عام وانت بخير. حياكم الله. اسمح لي ان ابدا مع السيد صباح. حقيقه كانت هناك اليوم وخصوصا في يعني في هذا الاستوديو رساله مباشره للفنانين العراقيين ان يكونوا اكثر فاعليه في تظاهرات ساحه التحرير وفي دعم المطالب الشعبيه. وهذه الرسالة وجهت طبعا من الضيوف الذين انضموا إلينا في الاستوديو، يعني ما الذي ممكن أن يسهم به الفنان أو يسهم به الفنان العراقي اليوم في هذه يعني هذه المرحلة الحرجة حقيقة من تاريخ العراق؟ نعم، مساهمات الفنان الحقيقة وعطاءاتهم متنوعة في هذا الميدان. نعم. يعني بالإضافة إلى مشاركتهم في التظاهرات وهذا الحراك الجماهيري الشعبي اللي يعكس غضب واستياء الجماهير الشعبية مما آلت إليه الأوضاع في عراقنا الحبيب. هناك أيضا يعني مسرحيين قدموا عروض مسرحية فيها نبض احتجاجي أيضا، فيها الكثير من التساؤلات، فيها الكثير من الانتقادات. هناك أيضا معارض تشكيلية تقام، هناك أيضا فعاليات غنائية موسيقية. نعم. وأعتقد يعني كل احنا تابعنا هناك أغاني يعني تشيد أيضا بدور المتظاهرين وبهذه الوقفات الاحتجاجية وبهذا الحراك الجماعي، كلها مساهمات الحقيقة متنوعة. ومع ذلك احنا أيضا من هذا المنبر من على شاشة فضائيتكم الكريمة نأكد على أهمية التواصل والحضور والاستمرارية وديمومة زخم هذه التظاهرات. هذه التظاهرات اللي نعتقد لحد الآن طالما هناك الأسباب اللي هي يعني كانت خلف هذه التظاهرات لا تزال قائمة، لا تزال موجودة، إن لم يكن هناك عشرات الأزمات وعشرات الأسباب الأخرى يعني اللي أيضا ممكن إضافتها إلى ما سبق. يعني الآن بمجرد استقطاع يعني ضرائب من رواتب المتقاعدين هذه أيضا يعني ممكن تكون إضافة يعني للتحرك وإضافة للتحشيد وإضافة أيضا لرفع أصواتنا عاليا بالتغيير والإصلاح. طيب يعني يعني أمور كثيرة في تقديري، من يتابع الفيسبوك، من يتابع الإعلام، من يتابع شاشات الفضائية، يعني يوميا يجد عشرات اللقطات، عشرات الموضوعات اللي من شأنها فعلا أن ترفع أصواتنا عاليا كمحتجين، كمتمردين،
كمنتقدين للكثير من هذه السياسات اللي ضحيتها فعلا المواطن العراقي ذوي الدخل المحدود في الوقت الذي هناك الكثير من الحيتان والمسؤولين الكبار اللي رواتبهم فعلا عالية يعني دون أن تطالهم هذه الإجراءات. كيف تعاطت الحكومة وكيف تتعاطى الحكومة مع هذه المطالب الشعبية ومع أيضا الحراك الفني ما قام به يعني الفنانون في العراق؟ كيف تتعاطى مع الحراك الشعبي مع مختلف الشرائح اليوم المتصدية لرفع لافتات وشعارات تطالب بالإصلاح؟ لا تزال الاستجابة ضعيفة محدودة ضئيلة خجولة مترددة. هناك تجبجب يعني دون مستوى الطموح الحقيقة. يعني طرحت الكثير من المطالب على مدى هذه الأسابيع الطوال التي خرجت فيها التظاهرات وانطلقت وتألقت، يعني نلاحظ استجابة الحكومة لا تزال دون مستوى الطموح. كثير من الأمور يعني لم يجري التعامل وإياها بطريقة جذرية، بطريقة تؤكد على المصداقية، أو بطريقة فعلا يعني ممكن العلاج والحلول جوهري أن يكون. لم نلمس هذا الحقيقة، بل وإنما هناك إجراءات شكلية، إجراءات يعني طالت المواطن العراقي ذوي الدخل المحدود، في حين يعني كل أي متتبع منصف يعرف أن هناك عشرات المليارات التي اختفت أو منهوبة أو سرقت، مفروض استرداد هذه، وبالتالي من خلال هذه الأموال المنهوبة ممكن معالجة الكثير من الثغرات التي تعاني منها الحكومة أو السلطة. طيب أرحب بك مرة أخرى سيد مازن الجنديل، مرحبا بك. أهلا وسهلا في استوديو المدى. إذن تحدث السيد صباحا الاستجابة الضعيفة للحكومة، كيف يمكن أن نفسر هذه الاستجابة؟ أسباب هذا الضعف في الاستجابة لمطالب الجماهير، وكيف يمكن أن نحول هذا الضعف إلى قوة من أجل تنفيذ مطالبنا كقوة مدنية شعبية يعني ترغب وتحاول أن تحقق الإصلاحات في العراق؟ بداية تحية لك ولقناتكم الموقرة، وكل عام وأنتم بخير والشعب العراقي بألف ألف خير إن شاء الله. عام 2016 عام خير وبركة وازدهار وأمن. على العكس لي رأي في الموضوع أن الحكومة أبدعت بالإصلاحات، الحكومة أزادت من الإصلاحات، الحكومة حشدت لقرارات هي مجحفة ضد الشعب العراقي. الحكومة يوم بعد يوم بدأت تتسارع الأوقات بإصدار القرارات المجحفة ضد الشعب العراقي، منها استقطاعات الأخير للموظفين والمتقاعدين، ومنها ما سمعنا على وسائل الاجتماع الفيسبوك أنه هناك دراسة مقدمة أنه الموظفين الدولة يعطون إجازة إجبارية مقابل نصف راتب، وقضايا كثيرة هي تصب بالتالي لإضرار بالشعب العراقي. وهنا أريد أن أقول شيء، هناك تناقض في هذه القضية. الحكومة ترصد كل اللود والضغط على الشعب العراقي، والشعب العراقي صامت لا يتحرك. لا نعلم ما هذه الخمول، لا أعرف ماذا يريد، ما لا أعرف. ابتلاء نحن كناشطين مدنيين ابتلينا في هذا الموضوع، أنه دائما هذه الجمعة السادسة 26 نخرج إلى ساحة التحرير نطالب بمجموعة مطالب إصلاحية سلمية عفوية، بدولة مدنية، بدولة ذو قانون، بدولة ذو احترام اجتماعي. ولكن للأسف الشديد تراكمت علينا القرارات المجحفة. طيب يعني أزاد الطين بلة. أحسنت. طيب كيف ممكن اليوم أنه يعني ننتقل من هذا الوضع، من أن نحول هذه القرارات المجحفة إلى قرارات إصلاحية فعلية يعني يتمناها الجميع ويحاول الجميع أن تكون موجودة على أرض الواقع؟ يعني نحن بالحراك المدني مستمرون بالتظاهر السلمي، ولدينا برامج عمل في هذا الموضوع. ما لدينا قوة إلا قوة اللسان والوقفة في ساحة التحرير. وبالمناسبة احنا كان يوم الثلاثاء الماضي يوم 29 كانت لنا وقفة أمام وزارة المالية لرفض بعض القرارات الأخيرة اللي صدرت بحق الموظف العراقي والمتقاعد العراقي، منها السلم الراتب الجديد اللي هو
يقول انه كان منصف للموظف العراقي، نحن نرى غير منصف. من تحدث وياكم يعني من الماليه من اثناء التظاهر؟ احنا بدايه خرجنا الساعه 9 صباحا للتظاهر وتجمعنا، بدات التظاهر الساعه 10، قوات الشغب بدات تمنعنا من التحرك، صار طوق امني، لكن بحركه استطعنا ان نوصل الى جسر محمد السكان والسريع محمد القاسم عفوا اسف ونقطع السريع. بعد نصف ساعه طلبوا من عندنا وفد تفاوضي قابلنا المفتش العام لوزاره الدفاع لوزاره الماليه وطرحنا عليه 10 نقاط منها قرارات سياسيه ليس من صلاحيه وزاره الماليه انه تاخذ بها علاجات، ومنها قرارات صلاحية وزارة المالية، لكن حتى هذه القرارات من صلاحية وزارة المالية هي بدأت تسيف. يعني على سبيل المثال موضوع التسكين الدرجات هو موضوع فني بحت مختصر بإدارة الموازنة بوزارة المالية لمسؤول عنها أسد طيف. من يقول لي أنت خاطب الوزارة، الوزارة راح يكتب بالتعديل ويكتب من يكتب لوزارة المالية اللي للموازنة، إذا راح يرجع الموضوع لمن اللي طيب، وهي حلقة زائدة. نعم. وهذه المرة الثانية مفتش وزارة المالية يعمل معانا هذا الموضوع. وأرجع بعض صلاحية الوزارة إلى الوزارة المعنية اللي إحنا تابعين لها، وهكذا نعتبر أن هذه هي مماطلة، هذه تضيع للوقت، هذه أدبياتهم يفهموها. طيب. أنه تسيس الأمور عسى ولعل أن الشارع يمل أو الشارع ينهك وتنتهي الموضوع، لكن نقول نحن مستمرون، نحن صاحبين إرادة وصاحبين فكر وصاحبين قناعة بأنه لابد للدولة المدنية والحكم المدني والحكم الديمقراطي يستمر بالبلد، لأن هذا البلد بلد حضارات، بلد عريق، بلد له تاريخ، بلد ما ممكن يحكمون أناس لا يعرفون معنى المدنية والديمقراطية. طيب سيد صباح، كيف تنظر للعراق في المرحلة المقبلة، في المرحلة القريبة المقبلة على الأقل خلال 2016؟ يعني هل يعني في ظل هذا الحراك المدني، في ظل أيضا بعض الخطوات الحكومية تفعيل الصناعة القيام بسلسلة إجراءات، هل هناك تفاؤل بهذا العام على أقل تقدير، أم أن التشاؤم لا يزال وسيظل حاضر؟ ومن خلال يعني تأمل المشهد في عام 2015 هناك فعلا قصور، هناك يعني عتمة، هناك يعني شيء من التشاؤم. نعم. فيما تحقق. نعم. لكن يبقى الإنسان العراقي وخصوصا أبناء شعبنا يعني معروفين بهمتهم، باندفاعهم، بحماستهم، بإصرارهم، بعزائمهم في مواجهة الكثير من الصعاب والتحديات. نأمل أن يكون هذا العام أقل جوعا، أقل غبنا، أقل يعني استخفافا بالإنسان. يعني نتمنى أن تتحقق، ومن خلال هذا الحراك الشعبي الجماهيري أن تتحقق يعني الكثير من هذه المطالب من خلال الضغط الشعبي الحقيقي. يعني نأمل ذلك، يعني ونأمل مشاركة تكون أكبر أوسع، أن تتواصل هذه التظاهرات أيضا، أن ينضمون إلها يعني شرائح متضررة غير قليلة. مثل ما تحدثنا قبل قليل يعني فعلا بالنسبة للموظفين، هناك الآن ربما موظفين ما مستلمين رواتبهم لحد الآن. ويمكن أيضا يعني اللي تابع الفضائيات ووسائل الإعلام أو يعني جوانب معينة من الإعلام، إنه هذه الرواتب يجوز 4 أشهر، يعني المبالغ النفط يعني 33 دولار 20 دولار إلى شركة، 5 دولارات أيضا إلى المحافظة اللي تنتج النفط، ما يبقى 8 دولارات أو 7. تحصيل حاصل هذه على مدى سنة يمكن يجوز ما تكفي 4 أشهر لتقديم الرواتب إلى الموظفين. هذه أيضا إشكالية كبيرة، هذه لما راح تكون فعلا يعني يصطدم المواطن العراقي والموظف العراقي أنه ماكو راتب، أنا أعتقد أوتوماتيكيا راح يكون مساهم ومشارك في هذه التظاهرات. بالإضافة إلى ذلك نعرف جيدا ليست هناك عصا سحرية في العراق، كثير من الأزمات يعني تحدث يمكن بعض المشاركين في التظاهرة الآن، الخدمات لا تزال خدمات دون مستوى الطموح، بل هناك يعني تردي كبير. فهذه أيضا يعني يمكن بعض الناس
سابقا كانوا يقولون على العراق مثلا بلد ألف ليلة وليلة، الآن يمكن من باب السخرية هناك الكثير يعني يطلق عليها ألف مزبلة ومزبلة بسبب فعلا كثرة المزابل الموجودة في الشوارع والساحات وبالطرقات. فهل هناك فعلا الجهات المعنية الجهات الرسمية راح تتحمس و تؤدي ما مطلوب من عندها؟ نشك بصراحة، لكن إلى حد ما نتمنى يعني فعلا بعقلانية وبموضوعية وبروح رياضية جهد الإمكان أن يتم المبادرة لتجاوز بعض هذه الأزمات بعض هذه الإشكاليات والسلبيات. طيب هناك يعني شكوك وشكوك مستمرة وقائمة في أن تتمكن القوى المتصدرة للقرار السياسي والتنفيذي في العراق في تحقيق يعني نقلة نوعية في مجال الخدمات، في مجال الأمن، في مجال الاقتصاد، في مجالات المعيشة، في مجالات مختلفة، خصوصا مع أيضا الأزمة الاقتصادية العالمية وتراجع أسعار النفط. ما هو إذن توقعك سيد مازن للمرحلة المقبلة؟ يعني حسب نظرتي للمشهد، وأنا مختص في هذا الموضوع على اعتبار أنه أمثل شريحة من الصناعة العراقية، أنا متشائم من هذه الأمور اللي أراها والقرارات اللي قاعد تصدر والأمور اللي قاعد تصير. خيار العراق بعبر هذه المرحلة أنه يعيد ترتيب أمور الصناعة، يعيد ترتيب أمور الزراعة، ننفتح على أمور السياحة حتى نعبر هذه المرحلة. الأزمة المالية اللي بالعراق هي أصبحت واقع حال، يعني ما ممكن في ليلة ويوم تنحل هذه المشكلة، لكن علينا واجب كعراقيين كموظفين كناس مختصين بهذا الموضوع أنه ندعم ببعض المشاريع القريبة المدى لعبور هذه المرحلة. لكن للأسف الشديد احنا على مدار 5 سنوات كنا متطلعين لهذه القضية، لأنه خلال 5 سنوات كانت الأمور مبالغ النفط بالتدريج. كنا متوقعين لهذه القضية وقدمنا مجموعة مشاريع، يعني قدمنا مشاريع استثمارية، قدمنا مشاريع شراكة، قدمنا مشاريع طوعية، قدمنا مشاريع تبرعية، لكن دائما نفاجئ بالرفض بالرفض بالرفض. اليوم الرفض مو حل، الحوار الحوار حتى نعبر مرحلة هو الحل. التزمت بالقرار هو مشكلة، التزمت بالسد. ليش هذا الرفض سيد مازن؟ يعني مقصود انه ما تعود الصناعه وخصوصا العسكريه، لربما هناك عقليه غير داركه بحال العراق اللي موجود. وللاسف الشديد العراق هو معروف عنه انه بلد ذو خبرات وكفاءات وطاقات، والاستاذ اليوم اللي نورنا بالاستديو وحده من كفاءات العراق يعني فنيا، لكن هم احصروا نفسهم في زاويه، هم اختاروا. انا في مره من المرات في ساحه التحرير وجهت رساله للدكتور حيدر العبادي، قلت له يا دكتور حيدر العبادي إذا ردت أن تختار مستشار في موضوع معين عليك بساحة التحرير، هم أعلم ما يحدث. أما مستشارين اللي أنت جايبهم من برا وقاعدين ما يعرف الواقع العراقي، ما يعرف معاناته، ما يعرف يفندنا أو يقدمنا دراسة للمستقبل إن كان عاجلنا وعاجلنا. هو ملتهي بمميزاته، ملتهي بمخصصاته، ملتهي بعيش الكريم، ملتهي انه يسفر عائلته، ملتهي باشياء كثيره. حتى هذه المعركه الرئيس. حتى هذه المعركه اللي اليوم الجيش العراقي مستشار الطباخ الرئيس والله يعني يعني يمكن ينقذنا، يمكن ينقذنا، يمكن يمكن ربما ينقذنا على الاقل، على الاقل انه اكو عنده فكاهه، عنده فد شيطنه يقدر يعبر اموره. لكن احنا طامتنا كبرى، احنا خسرنا الزراعه، خسرنا الزراعه، خسرنا السياحه، وخسرنا الكثير والكثير. طيب انا اشكرك مازن جندير الناشط المدني، شكرا جزيلا لك. اشكرك انا، اشكرك اسعدت اليوم بحضورك، واشكر ايضا السيد صباح المندلاوي نقيب الفنانين العراقيين. في ختام هذه التغطيه المباشره اشكركم ايضا متابعينا في كل مكان، تحية حب وأجلال واحترام لقوات الجيش وكل صنوف الأمنية اللي تدافع عن أرض الوطن في كل مكان، وتحية حب وإجلال واحترام لكل الأصوات الوطنية والأقلام الوطنية التي تدافع عن هذا الوطن وتحاول أن تغير هذا الواقع المرير إلى واقع أفضل. في الختام شكرا لكم، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل من المدى. إلى اللقاء أحبتي. We'll be right back.